قومي شهيرة الله يرضى عليكي، سخني لي الشاي لأنه برد. ليش لسه بدك تشرب شاي؟ طبعا بدي اشرب، ولا بدك يعني ما اشرب يعني؟ أنا شو فارقة معي، إن شاء الله صحة وهنا، بس أنا خايفة تتأخر على شغلك. سدي اطمني، ماني رايح على الشغل اليوم. يو؟ وليش مو رايح على الشغل بقى؟ يعني بدك أبو زهد يخصم لك أجرة نهار؟ لا تخافي على أجرة نهار، ما راح تنخصم، لأني أخذت إذن منه. ومين راح يشتغل ورا الفرن بدالك؟ شو بيعرفني دبروا حاله ودخيلك؟ طيب فهمني ليش مو رايح على الشغل اليوم؟ واعد رفيقي أيمن. أنا أيمن فيهم؟ أيمن سرابي ولا أيمن أبو لوزة؟ لا هاد ولا هاد، رفيقي أيمن طنبوري اللي بيشتغل بالتلفزيون. ولشو وعده؟ هلا بدك تسخني الشاي ولا بدك تحققي معي؟ خلص خلص، لا تعمل لي مشكلة عند الصبح، أيمن سخنه. حبيبي انا ما بحط ايدي بشغله وبتطلع فالصو، بدها تزبط اجباري ويكون بعلمك انا ما بيكون اسمي ايمن طنبور اذا ما بسويك نجم تلفزيوني خلال 4-5 سنين. لك روح الله يسمع منك يا رب. يلا قوم. لوين يا سيدي؟ اليوم اخذت لك موعد من مخرج نعمان رضا، واذا الله ما خيبني رح يشغلك معه بمسلسله الجديد صرخه في الوادي. انا بدي اشتغل بصرخه في الوادي؟ لك يا عيني عليك يا ايمن، علي الجيره اذا بتزبط معك هالشغله بتكون خدمتني خدمه العمر. ولو بدنا خدمة تحرز لك مروان. ايمان بدي اقول لك شغله، يعني انت ما عندك فكره عن الدور اللي بده يعطيني اياه؟ ما بعرف، بس يمكن انت اللي بدك تصرخ بالوادي. لك تسلم لي عينك على هالخبريه، انا اللي بدي اصرخ بالوادي؟ يعني البطوله؟ ولو كم مروان عندي انا؟ لك الله يخلي لي اياك يا ايمان، الله يخلي لي اياك ويديم محبتك الي، يعني انت بهالخدمه عم تقدم لي صرخه عمري، فرصه عمري، وعم تسلط علي بقعه ضوء. قوم 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 خلينا نمشي، هلا المخرج بدوج علينا، بدوج ودول كثير. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ نعمان. اهلا استاذ نعمان. اهلا، تفضل تفضل. هاي الاخ مروان اللي حكيت لك عنه استاذ نعمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخ مروان، شو بتشتغل حضرتك؟ الحقيقه استاذ انا حاليا يعني عم بشتغل لاجير فران، بس انا معي بكالوريا صناعيه، يعني ثقافه موجوده الحمد لله، يعني وان شاء الله هيك ان شاء الله يا رب هيك ننال لحسن ظنك ونكون عند ثقتك. اوكي اوكي ما في مشكله. انت اشتغلت قبل هالمره؟ ايه الحقيقة أنا كنت أشتغل أجير كوة قبل ما أشتغل بالفرن، بس بعدين مو قصدي هذا الشغل، اللي بقصده اشتغلت بالعمل الفني من قبل؟ ايوه فهمت عليك، لا تواخذني مشان الله، أستاذ أنا بزماني اشتغلت بمسرح الطلائع، بمسرحية كان اسمها الطليع الشاطر، أخذت فيها دور البطولة، يعني وقتها من وقتها أنا فات الفن بدمي، وركبتني هالسوسة، وبصراحة يعني هي كانت مسرحية كثير ناجحة، حضرتها أستاذ؟ لا ما حضرتها. هو صحيح المسرحية صار لها 17 سنة معروضة، بس بوقتها أخذت صدى كبير. بالفعل أستاذ نعمان، مسرحية بتطير العقل، والغريب إنك ما حضرتها بوقتها. من سوء حظي ما حصل لي شرف. ولما كنت بالصف العاشر اشتغلت بمسرح الشبيبة، بمسرحية وقتها كان اسمها عرس الكادحين، أخذت دور وقتها شحاد كادح ونشيط وملتزم. ماشي الحال، أصبح أنا هلا رح أجربك بدور صغير، وإذا مشي حالك وأثبت موجودية بعطيك دور أكبر. تفضل اخي مروان، هذا دورك، احفظه منيح وحضره، وبس يجي وقت التصوير بنخبرك. هذا هو الدور بس استاذ؟ مو صغير شوي؟ كبر له يا استاذ، كبر له الدور شوي بنكسب فيه ثواب. لا لا لا، دور منيح، هو خليه يفوت بهالدور وبعدين نعطيه فرصه اكبر. ماشي، على كل حال نحن ممنونين منك كثير استاذ نعمان. عدو خلينا نشرب شيء. لا ان شاء الله مره ثانيه، حان اذنك. الله معك، مع السلامه. مع السلامه اخي مروان، مع السلامه. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تاخذوا شيء قبل الاكل؟ لك لا مو تاخذوا تشربوا. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تشربوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وعنا سخن. ما في عنا، لا لحظة. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تشربوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وعنا مشروبات سخنة. لك ما في سخنة يا اخي. في عنا مشروبات بارد وسخن. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تشربوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وسخن. شو بتحبوا تشربوا استاذ؟ بتحبوا تطلبوا شيء قبل الاكل؟ تشربوا شيء قبل الاكل؟ في
في عم المشروبات بارد وعم مسخ. عاد مروان حاجة تحوز، والله زغيت لي نظري. ليكو التاني ليكو، شو شايفتيني عم بلعب؟ واقف عم بحفظ دوري ولا بدي كاني اتشرشح قدام كاسة التصوير؟ ما اختلفنا، احفظه بس احفظه على القاعد. لا ايش هالوقفة يعني؟ ما بدي احفظه على القاعد، لازم وقف وتخيل الكاميرا قدامي. طيب ما لقوا يعطوك غير دور الجرسون؟ ليش بده دور الجرسون؟ مو خلقت الله يعني؟ انا ما عم اعترض على مهنة الجرسون، بس يعني واسطة واضرب واطرح وبالاخير ما لقوا لك غير دور الجرسون. معلش يا شهيرة انا رضيان، دور صغير يعني بس ماشي حاله. بعدين يكون بعلمك كل الممثلين الكبار واللي صاروا نجوم بلشوا بدايات مثل بداياتي، يعني اخذوا ادوار صغيرة ويمكن اقل كمان. وانت ما شاء الله عنك ناوي تصير ممثل كبير؟ ايه وليش لا يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ليش عم تتحولي؟ يعني مو خارط مشتك انا؟ اسمع مني يا مروان وقيمة السوسة من راسك والتفت لشغلك بقى، احسن ما تضيع وتضيعني معك. لك ليش لحتى ضيع؟ شو شايفتيني ولد صغير؟ قال ضيع ولا خايفة علي انشهر واتكبر عليكي؟ إيه لا تخافي حبيبتي لا تخافي، انا الشهرة ما راح تغيرني، بالعكس يمكن الشهرة تخليني اتواضع اكثر. ولك مين جاب سيرة الشهرة والمهرة؟ كل يلي بقصده انك انت هلا جير فران ناجح وماشي حالك، والخبز عم يطلع معك من بيت النار مقمر تأمير وفرجة لمين يتفرج. وانا واثقة انك بالمستقبل راح تصير معلم الفرق، يعني الك مستقبل مو ما الك. وهذا الكلام مو من عندي مروان، معلمك ابو زهدي هيك كان عم يقول. هلا هذا اللي طلع معي؟ هيك نظرتك فيني؟ كل طموحي بينحسر اني صير معلم فرن وبس؟ لك اخص عليك يا شهيرة اخص، كل شي توقعته منك الا انك تكسري لي مقاديفي وتحطمي لي معنوياتي. لك يا عيب الشوم عليكي، هذا بدال ما توقفي جنبي وتشدي من ازري وتساعديني. يا مروان افهم علي من شان الله، انا ما عم حط معنوياتك حبيبي، انا عم بحكي هيك لاني خايفة عليك، يعني بصراحة خايفة بالاخير تطلع لا من هون ولا من هون، وبهالحالة رح تطير من ايدك شغلة الفرن وما رح يمشي حالك بالتمثيل. بقى شو بدنا نساوي وقتها؟ هلا انت ليش ناوية تمطي لي قلبي؟ هذا عوض ما تفرحي لي وتشجعيني؟ حبيبي بفرح لك وبشجعك اذا كنت عم تنجح بشغلك، اما هاي شغلة التمثيل بصراحة ما كانت خاطرة على بالي منو. وليش بقى لحتى ما تخطر على بالك؟ إيه انا ممثل من يوم يومي. هلا فكرك اذا مثلت بالطلائع معناتها لازم تحترف التمثيل؟ مروان اسمع مني ولا تدهور حالك وارضى بنصيبك وبلا لك هالعلاك المصدي. ايوه هلا فهمت عليكي، هلا فهمت عليكي شو القصة. شو فهمت دخلك؟ خايفي علي حتى ما انشهر ويقوم الممثلات يخطفوني من بين ايديكي، ما هي بس ويلي وحياة عينك وحياة عيني، ما في واحدة منهم بتعبي عيني، انت اللي بقلبي وبس. ولك مين جاب سيرة الممثلات هلا؟ عم اقول لك هالكرم وكرك وصلى الله وبارك. معلش شهيرة الله يرضى عليكي، اجلي لي هالنقاش هلا لاني بلشت اعصب، خليني اعرف ركز بالشغل. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تاخذوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وسخن. لك لا مو منيح هيك، شو هالدرسون؟ شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تاخذوا شيء قبل الاكل؟ يعني اذا بتكون عنا مشروبات بارده وعنا عنا سخن. طمني مروان ان شاء الله مثلت الدور منيح. يعني ماشي الحال، بس يعني صحيح عكيت شي 7-8 مرات وكل الممثلين عم بيعكوا وعيد ومو بس انا. على كل بيني وبينك يعني حاسس انه انا يعني امكانياتي اكبر من هيك بكثير، وحرام يعني حرام موهبتي تضيع بهيك ادوار صغيره. يا طول بالك مروان، شو بك مستعجل؟ يعني مثل ما بيقولوا طريق النجاح بيبدا بخطوه واحده، وانت باذن الله خطيت الخطوه الاولى. دخيلك انا ايمتى بدها تجي الخطوه الثانيه؟ بس يا سيدي موجوده. ما فهمت عليك، شلون يعني موجوده؟ اليوم حكيت لك مع مخرج جديد عنده مسلسل كوميدي ووعدني انه يعطيك فيه دور مهم. بالله عن جد عم تحكي ايمن؟ طبعا جد ولو. لك روح الله يبشرك بالخير يا رب، بس ان شاء الله يكون هيك يعني مساحه الدور اكبر شوي، يعني مو مثل دوري بصرخه في وادي، يعني هذاك الدور حلو بس قصير. لا لا هون مساحه الدور اكبر بس نفس الشخصيه. ها شلون يعني نفس الشخصيه؟ يعني كمان دور جرسون كمان. شو عليه؟ انت ليش خايف؟ قال ليش خايف؟ قال بصراحه يعني خايف يلزقني هالدور طول عمري. لا تتشائم مروان، يعني لابد من البدايه من شويه تضحيات، الانتشار ثم الاختيار، شو بنا؟ ماشي الحال، امرنا لله. لنشوف شو اخرتها. عنا شيش طاو وستيك وكوردون بلو. ايه طبعا في اراجيل ولو؟ لا لا. ايه طبعا في اراجيل. شو نوع المعسل اللي بتحبوا تشربوه؟ في عنا شيش طاو كوردون بلو وستيك. لا ستيك قبل. في عنا كوردون بلو؟ لا لا. عنا شيش طاو ستيك وكوردون بلو. ايه طبعا في اراجيل ولو؟ شنو المعسل اللي بتحبوا تشربوه؟
في عنا شيش طاو وستيك وكوردون بلو. ايه طبعا في اراجي ولو عفوا شو نوع المعسل تحبوا تشربوا؟ في عنا تفاحتين، عنا كرز، عنا في عنا شيش طاو وستيك كوردون بلو. ايه طبعا في اراجي. عفوا شو نوع الارجيل اللي تحبوا تشربوها؟ معسل من نوع معين؟ شو صار معك؟ وزعت الادوار الصغيرة تمثيلية السهرة وسجيل الحب؟ وزعتها كلها استاذ، مو صفيان عنا غير جرسون القهوة، لمين بدنا نعطيه برأيك؟ الجرسون؟ ايه لهذا مروان بشمشاوي، حفر وتنزيل على الدور. ماشي استاذ. محمود، تعرف نسينا دور الجرسون؟ بسام؟ بسام؟ نعم استاذ. لمين بدنا نعطي دور جرسون الكافتيريا؟ شو رأيك بالشاب مروان بشمشاوي؟ مين مروان بشمشاوي؟ شاب جديد بس لا بأس فيه، يعني موهوب بيقدر يحمل الدور ولا بيلبكنا؟ هو مو كتير موهوب بس أنا شايفه حفر وتنزيل هالدور، لأنه صار له لعبان دور الجرسون أكثر من 7 مسلسلات. أصبح مو مشكلة اتصل فيه غيره، شوفي عنا شي تاني. سلامتك أستاذ. يعطيك العافية. يا حري أخت الشغل، قسما بالله راح جل. ليش؟ يعني معقول اللي عم بيصير معي؟ ولك صار لي 3 سنين، 3 سنين عم بشتغل بالتلفزيون ولحد هلا ما رضي حدا يغامر ويعطيني الا دور جرسون. يعني بكل هالمسلسلات اللي اشتغلتها ما كان دوري غير جرسون، يا بقهوه يا بكافيتيريا يا بمطعم، وباحسن الاحوال متر. معلش مروان، شو بنا طول بالك، بعدين يكون بمعلومك ما في شيء بيجي بالهين، والمساله بدها شويه صبر وشويه تضحيه. بعدين انا وعدتك انه عن طريقي كمدير انتاج راح اعملك نجم خلال سنوات، بقى لا تضوج علي الله يخليك. صحيح ذكرتني قبل ما انسى، دبرت لك دور جديد مع المخرج فادي فخر الدين. بس هات لي دور جرسون. دور جرسون ما هي؟ مزبوط، بس دور حلو، بشرفي دور حلو. شهري. الحقيقة يا أستاذ نعمان نظرتك بمحلة، ومسلسلات الفانتازيا صارت موضة قديمة ومكررة. شو بتحب تشرب؟ والله أنا أفضل أخذ قهوة. متر؟ أهلا وسهلا أساتذة، شو بتحبوا تشربوا؟ 2 قهوة لو سمحت. شلون القهوة بتحبوها؟ مروان؟ مروان؟ شو عم تعمل هو؟ عم بشتغل، شو بدي يكون عم بعمل يعني عم بلعب؟ شو عم تشتغل؟ عم تصور مسلسل جديد يعني؟ لا أبدا، عم بشتغل جرسون عن جد. معقول؟ طبعا معقول، لانه انا من كتر ما مثلت هالدور بالتلفزيون اتقنت الصنعه منيح وصرت جرسون عن جد. يعني ما عدت عم خربط وانا عم اقول للزباين شو بتحبوا تشربوا، بتحبوا تاخذوا الارجيله قبل الاكل ولا بعد الاكل، بتحبوا تغدوا هلا ولا نستنى شوي. وطبعا هذا كله بفضل اهتمامكم وتشجيعكم، الله يخلينا لكم يا رب. اي سيدي ما قلتوا لي شلون اخذكم؟ مرحبا معزام. اهلين. يسلموا ايديكي. خير شبك ابو عزام؟ شايفتك مكركب ومو على بعضك. ما في شي. شلون ما في شي وانت وشك ما عم يتفسر؟ شغله بسيطه، كفوا ايدي عن الشغل. شو هالحكي؟ شلون يعني كفوا ايدك؟ يعني وقفوني عن الشغل وحطوني تحت تصرف الوزير. عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ بهالشغلات ما في مزح يا معزام. شو يعني رح يشلحونا السيارات يلي عنا؟ لك هلا انت ما همك غير السيارات؟ لا مو هيك القصد، بس طمني طمني، ما حدا رح يشلحنا سياراتنا. انا بالذات
أنا بالذات ما حدا بيشلحني سياراتي. وليش بقى؟ شو ليش؟ شو أنت ما بتعرفي إنه أنا من الناس يلي إلهم وضع خاص بالبلد وما بيقدروا يستغنوا عنهم بسهولة؟ شو ما بيقدروا يستغنوا عنك؟ كل يوم كفوا إيدك. ولا يهمك، هذا إجراء مؤقت. ما فهمت عليك، شلون يعني إجراء مؤقت؟ يعني صحيح كفوا إيدي باعتباري مدير عام مؤسسة البلاط والإسمنت والسيراميك، بس أكيد رح يطلقوها بمركز تاني، وبكرة بذكرك. طيب شو السبب؟ ما عرفت شو السبب؟ يا ستي السبب سخيف كتير ومحر زي انحكى فيه. قال شو؟ أنا من يوم ما استلمت المؤسسة وكل سنة بتخسر 15 مليون ليرة. إيه أنا شو دخلني إذا كانت المؤسسة عم تخسر؟ لا إذا كان هيك بالفعل ما لون حق. شو هالظلم هاد؟ بس وحياة عينك ما رح أسكت والسما زرقاء، ما رح أسكت أبداً. شو رح تعمل يعني؟ بكرة رح أقابل أبو تالا وأشرح له الوضع. إيه شو مفتكرة الدنيا سايبة؟ إذا كان هيك كتير منيح، لأنه ما حدا رح يفهمك إلا أبو تالا، وإذا دري بالموضوع تاني يوم بيرجعك على الوظيفة وأنت عم تضحك وتلعب حبيبي. طبعاً هذا أبو تالا، هذا مو حدا تاني. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلين أهلين أبو عزام، يسعد صباحكم سيدي. سيادته موجود؟ عفواً في مواعيد؟ ليش من أمتى كان في مواعيد بينه وبين أبو تالا؟ عفواً لا تواخذني، تفضل سيهو بس لبيني ما أعطيه خبر. سيدي في أبو عزام بدي أقول. طيب ماشي ماشي، تفضل سيادته بانتظارك. يا اهلا وسهلا ابو عزام. اهلا وسهلا ومرحبا، ميت السلامه يا سيدي. شرف ارتاح خيوك، شرف. الله يعزك ويخلي لنا اياك. الله يعز مقدارك. كيفك؟ عجب ليش ما حدا عم يشوفك؟ ايش اخبارك؟ يعني ما بتعرفوا اخباري؟ ابو عزام اوعك تكون زعلتها، كل شيء الا زعلك، لانه انت بالذات خيو ما بنخطر على زعلك طاوي. طالما هيك يا ابو تالا ليش لكن؟ لا لا ولا يهمك ولا يهمك، هذا اجراء مؤقت، لانه بيني وبينك كني كتر اللت والعجن على المؤسسه تبعك، فاضطرينا نحن اسفين حتى نسكت هالالسن يلي نازله نهج فيك، اضطرينا نكف يدك. بس طبعا رح نرجع نطلقها بمكان تاني، لانه مو معقول ابد تضل ايدك مكفوفه او مكتوفه لا سمح الله. انا كنت عم اقول لحالي لانه واحد بوضعي ومركزي ما بيجوز يصفي بالبيت. لا 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 ولو شو بالبيت يا ابو عزام، ما بجوز ولو، معقول يعني؟ ابو عزام انت تاريخ نضالي طويل عريق، انت نبراس بالوطنيه والكفاح والتفاني ونكران الذات. ولو نحن ما بدنا مين يوصينا ويذكرنا بهالشيء يا ابو عزام، يعني بس بدي اسالك انا، هذا الشيء قرب على السيارات اللي عندك؟ لا لا السيارات لساتها معي. عظيم جدا. والعناصر اللي عندك؟ والعناصر موجودين. عظيم. والمحرس اللي عرصيف قدام بيتك عجب لساته موجود؟ لساته موجود. اصبح خلاص، ايش بدك احسن من هيك ابو عزام؟ ايش بدك؟ روح حريجك. ابو تالا فهمني الله يخليك، واحد مثلي ما بيجوز يضل بالبيت، الله وكيلك بفتح بدني وبمرض بليلة ما فيها ضوء قمر. مفهوم مفهوم ولا يهمك. على كل حال اليوم في عنا اجتماع للجنة توزيع المناصب والامتيازات، وأكيد رح نبحث قضيتك بالاجتماع. عدم مؤاخذة، أخذنا الحديث ونسينا نسألك، إيش تشرب أبو عزام أنت؟ قهوة. قبل ما نباشر يا أخوان بتدقيق الجداول وإملاء الشواغر، بحب لكم انه اليوم زارني ابو عزام المكتب ويبدو انه مستاء شوي من يلي صار. مستاء؟ هذا اللي كان ناقص والله. ليش قليل هالتخبيص اللي كان عم يخبصه؟ اي معلش معلش يا ابو العلا، ما في داعي للحكي هلا، ما بدنا ننتف ريش الزلمه، عيب. الزلمه حبيب قلبنا ورفيق دربنا وقلبه طيب ومن خيره الناس ومن الشرفاء، وغير هيك وهيك هو من عظم الرقبه لخيو، والمفروض نراضي بأسرع وقت ممكن. عيب. طيب وكيف بدنا نراضي؟ يعني شو توجيهاتكم أستاذ؟
هو الحقيقة نحن ما تعودنا على إعطاء التوجيهات، عيب. نحن كلاتنا عم نشتغل كفريق واحد، وأنتم من الشباب الطيبة وما بقدر خالف قراركم. بس بدي إياكم على سبيل التذكير أنكم ما تنسوا أنه أبو عزام مناضل قديم وأفضاله كبيرة، وإذا كنتوا نسيانين هالشي افتحوا دفتر الذاتية تبعه وشوفوا بعينكم، ورح تشوفوا وقتها أنه أبو عزام كان رجل المظاهرات الأول. يعني بمعنى آخر، لما كنا نطلع مظاهرات ونعمل أضرابات من شي 40 سنة، كنتوا تلاقوا أبو عزام بأول صف عم يهتف، عم يصرخ، عم يعيش ويصقط من جوات قلبه، من صمصين فؤاده، ويا ما طالع معلق لافتات بالبرد والمطر والزمهرير، ويا ما راشع احجار على دار الحكومة القديمة. لقن لخيولة كان بقى، مو لازم نتنكر له بعد ما وصلنا واستلمنا. ما بجوز، عيب. هذا من الوطنيين الأخيار، من الناس الشرفاء. ما بتتذكروا البلور اللي انكسر بمكتب رئيس الحكومة سنة 59؟ نتذكر. ايه ده خيو، ابو عزام اللي كسره. ايه لكن شلف الشباك بحجر جاب اجله. انتو بتتذكروا المناشير يلي توزعت لما الحكومة غلت الزبدة فرانك، ولا ما بتتذكروا؟ طبعا نتذكر. ايه ده بقى خيو، ابو عزام اللي وزعها. وما بتتذكروا لما تزحلق رئيس حزب التجمع المترابط واللي كان من أشد المعارضين إلنا بذكرى 9 على عيد الجلاء؟ نتذكر. إيدي بقى أبو عزام اللي لحش له قشرة الموزة تحت رجله وزحلقه وخلاه يطبع خلقته. إيه لك؟ أنتوا ما بتتذكروا المنشور يلي اندحش تحت باب رئيس البلدية؟ إيدي بقى أبو عزام اللي دحشه، عيب. بيضل الرجل منا وفينا، عيب. بقى لهالشي هذا نحنا ما لازم ننسى مآسر هالشخص، ما بجوز علينا، عيب. بيضل الرجل أخونا وحبيبنا ومن خيرة الناس. خلاص أستاذ، مثل ما بتشوفوا. طيب أستاذنا وين فكركم نعينه؟ الحقيقة ما بعرف، دوروله على شي شاغر إلا ما يلتقى. طيب شو رأيكم أستاذ نعينه مدير مصرف الفلاح النشيط؟ ليش، وين المدير السابق؟ إيش صار فيه؟ سلمنا مدير مصرف العامل المبدع. كمان معقول؟ أصبح من سلمه مدير عام مصرف الفلاح النشيط. هذا منصب معقول تماما، بيلبق له خبط لزق. بس السؤال يا ترى بيقدر على الحمل؟ لأنه مثل ما بتعرفوا سيادتكم شغلة مدير مصرف مو قليل منوب. لا خيو، إيش عليه؟ معه بتعلم. ما حدا نزل من بطن أمه معلم، يعني اللي قبله أحسن منه. على كل حال دقوا له قراره وخليه يرجع يداوم مثل العادي. صباح الخير. صباح الورد. بدك شيء قبل ما أمشي؟ الظهر اليوم رح تداوم بالوظيفة الجديدة. اي نعم، المفروض داوم اليوم. طيب أنا أحسن برأيك، الوظيفة الجديدة يلي استلمتها ولا الوظيفة القديمة؟ بدك الصراحة؟ كله مثل بعضه، أنا المهم استلم مدير عام وخلصت القصة. الله يوفقك، إلهي يعلي مراتبك أكثر وأكثر. الله يخلي لي إياكي. يلا باي. بالسلامة، باي. المعلم موجود؟ ايه موجود، وسألني عنك مرتين. قولي، وشلون شفتي لي مزاجه اليوم؟ شرب قهوته؟ ايه شربه، وظاهر انه مزاجه اليوم كتير رايق، لانه عين المهندس مروان رئيس الديوان مدير عام شركة الاخشاب المضغوطة. ايه، الله يسمعنا الاخبار الطيبة. عن اذنك. صباح الخير سيدنا. صباح الخيرات رافي، شلونك؟ الحمد لله. سيدي قريت الجرائد تبع اليوم سيدي؟ لا ما قريتها. ايش كاتبين فيها؟ الحقيقة أنا شيء تحقيق خطير عن مصرف الفلاح النشيط. ايش الحكي؟ ايش كاتبين؟ أنا فاتحة. مصرف الفلاح ماله مباح،
فقدان أكثر من 50 مليون ليرة من صندوق المصرف. أصبح المواطنون الأموات يستدينون من مصرف الفلاح النشيط. هات لشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك إيش بو هذا أبو عزام؟ إيش بو؟ إيه ما صار له مستلم المصرف 5 شهور؟ حلو يخبص كل هالتخبيص هذا؟ إيش هاد يا العمى على هالحالة؟ وبا؟ وبا يقشه؟ تمر شي استاذ؟ لخص لي المقال واطبعه على 6 نسخ مشان نناقشه اليوم باجتماع اللجنة. حاضر استاذ. هاي شرايط التاني. العمى ضربه إيش إيده طويلة؟ أكلي ما بشفع هذا ما بشفع؟ وين من الروفي؟ يخرب دياره. يا أبو تالا، الشغلة اللي عملها أبو عزام فضيحة كبيرة كثير وبدها تسبب لنا وجع راس بصراحة. إيه طيب والعمل؟ وين بدنا نروح فيه؟ والله يا أبو تالا طلعت ريحته كثير هالأبو عزام. يعني عدم المؤاخذة مفروض فينا ما نسكت ولا بشكل من الأشكال. لا خيو والله بعرف إنه طلعت ريحته، كني ما بعرف يعني؟ وبعرف إنكم راح تقترحوا إنه نكف يدو عن إدارة مصرف الفلاح النشيط، والله بعرف لا خيو. وانا معكم بهالاقتراح، لازم نكف يده، ما في مجال. ايه خلص، وين لك المشكله؟ المشكله يا شباب انكم عم تنسوا انه ابو عزام مناضل عتيق ورفيق درب ومن الرعيل الاول هذا. ايه لكن قسما بالله كان يمشي بالطرقات بالشالوخ والصندل بالشحاطه البلاستيك زنوبه مباهم واحد، لانه ما معه حق صباط حتى يشتري هيك لكم يعني، وكله في سبيل القضيه. بقى حلوة بعد ما نعزينا هالعز كله نتنكر لهالرجل الطيب يلي كان حب الوطن وتراب الوطن عم بغلب قلبه؟ عيب ما بصير. ومن ناحية تانية انتو عم تنسوا انه ابو عزام كان يطلع اول واحد بالمظاهرات، وهو اللي كان ينجف بايده الخشب تبع عصي اللافتات ويوزع مناشير ويكسر الشبابيك بالحجار، يعني كسر شباك دولة رئيس الحكومة. ما قليلة هاي لخيو؟ قليلة كني؟ إيه لك؟ ونحن بالتالي ما لازم ننسى أفضاله أبداً. بيضل الرجل من خيرة الناس ومن الأكابر والشرفاء. إيه لك؟ عيب. ما اختلفنا يا أبو تالا، وكلامك على عيني وراسي، بس المشكلة وين بدنا نروح فيه؟ هو الحق معك فعلاً سؤال محير. وين بدنا نروح فيه؟ يعني بهالخمس سنين يلي مروا صرنا ناقلينه 6 مرات وكل مرة عم نسلمه إدارة شكل ما عم بمشي الحال لخيو. بقى فكرونا بشي منصب ندبره فيه ونقاوي بنوبكن سوابه. طيب يا جماعة، شو رأيكم نسلمه مدير عام السكك وقاطرات الديزل؟ هذا المنصب شاغر ولحد هلأ ما عينا حدا فيه. لا 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 لا، شو قاطرات وما قاطرات خيو؟ بدنا منصب أريح من هذا. ولا تنسوا إنه أبو عزام صار كبير بالعمر وما بقدر يتحمل ضغط شغل. أصبح محلول يا معلم. أنا مقترح نسلمه مدير الثقافة الوطنية، لأنه من يومين مات المدير السابق الله يرحمه. عظيم، حلو كتير، ماشي الحال. لكن منحطه مبدئياً المدير العام للثقافة على بين ما الله إله شغلة تانية، يعني بيشتغل هلأ بالمعصعص على بين ما يجي الطيار. يعني ندق له قراره أستاذ؟ ما في مانع، دي أوان دقوا له قراره، دقوا. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ معقولة بس مليون؟ قليل ما هيك استاذ؟ شوفوا على الحكي، شوفوا طبعا قليل، قليل كتير كمان. لك يا حبيبي، مين عاد حكي بالمليون بهالايام؟ طيب ولا يهمك استاذ، منخليهم 1.5 مليون. مليون ونص؟ قسما بالله لو ما كنت صاحبي للحشتك برات هالمكتب فورا. يا استاذ ليش بده جوعان؟ انت خبرني قديش بتريدوا، انا ببحث الموضوع مع الجماعة. بدي 7 مليون. 7 مليون؟ بس مو كتير هيك استاذ؟ لا مو كتير، وبتروح بتشاور جماعتك وبتردلي خبر بسرعة، لأنه بيني وبينك بجوز ما طول هون على هالكرسي، عم بيصير في برا لكتو عاجل كتير، يمكن يحطوني بمركز تاني. معناتها لازم نستعجل. طبعا، لأنه الوقت مو لصالحنا أبدا. أصبح بكرة بجيب لك الخبر اليقين.
طيب فليكن. ماشي بالإذن. أنا مع السلامة. سلامات. الله معك. الله معك. مع السلامة. العمى بعيونك ما أوقحك. قال كتير قال. يا شو عم نشحد شحادة نحن؟ عال والله. فقدان 1400 كتاب من مكتبة الثقافة الوطنية. محفوظات نادرة تسربت إلى خارج البلاد. العمى إيش هذا؟ شو هالزلمة العجائبي هذا؟ فعلا صار عبء ثقيل علينا وعلى إخوانه لخيه. يخرب دياره. المثل بيقول لك إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله. على كل حال رافع. نعم استاذ. الله يرضى عليك. اطلب لي لجنة توزيع المناصب والامتيازات لاجتماع عاجل لنشوف شو اخرتها مع هالرجل. يلا. حاضر استاذ. اسمعوا شو كاتب جريدة تموز. الاميون والجهلة يحاضرون في قاعة الثقافة المحلية. مكتبة الثقافة المحلية تتعرض للحريق. بقى شو رأيكم؟ يا استاذ انا من الاول قلت لكم انه طلعت ريحته وما كنتوا تصدقوني. والله الحق معك يا ابو العلا. طلعت ريحته على اخر. بس اللي مربط ايدي واجري وين بدنا نروح فيه؟ هذا بحث ثاني. بس هلا لازم نكف يده عن اداره الثقافه الوطنيه قبل ما تتدمر ويصير المساله زيول وابعاد. ايه معلوم لازم نكف يده لانه هالفضايح اللي عم يرتكبها ممكن تاثر على سمعتنا قبل سمعته. يا جماعه كثير عم يخبص هالرجال. وانه كنت اعرف شو صاير له ما كنت اعرف. لا خيو والله شي محير. انت فينا لتحت من تفع ضأنا وانت فينا لفوق من تفع شواربنا. ولا تنسوا انه ابو عزام من عظم الرقبة. هو صحيح عم يخبص ما في ذلك شك ولا ريب. بس الشهادة لله. والواحد يحكي الحق. قلبه طيب كتير ومن احسن الناس من الشرفاء. الواحد يحكي ضميره بس يمكن انتزع شوي بهالخمس سنين الاخرانيات. مدري شو نزعه. ايه بس انتزع كتير مو شوي ابو تالا. ما هون الصواب. بس المهم هلا وين بدنا نروح فيه؟ يعني شئنا ام ابينا زلمه محسوب علينا ولازم ندبره تدبيره محرزه. وشغله انه نزته بالبيت. ايه والله الله ما قاله عيب. لانه الرجل إله مواقف وطنية مشهورة وكفاح نضالي طويل. ولا تنسوا كمان إنه هو كان ينفس بنص الليل توالي بالسيارات تبع حزب التجمع المترابط المعادي لحزبنا ويكسر الشبابيك بالحجار ويحمل لافتات. بعدين قسما بالله مرت عليه أيام كان يشتهي فيها لقمة الخبز. إيه لا كان. طيب وين بدنا نروح فيه؟ والله ما بعرف. طيب فكركم وين نحطه يعني؟ استاذنا انا لقيتها. هات لاشوف. ما في غير نحطه مسؤول الامداد والتموين. لا 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 لا. ايش امداد وتموين؟ كني ناوي تجوع البلد انت؟ بدنا منصب يكون هيك يعني متطرف وبعيد عن العيون وما له هالدور الحيوي. استاذ شو رايك نحطه بمديريه الاعلاف؟ احسنت احسنت يا ابو الندى. هذا هو المطلوب. مدير عام للأعلاف والسماد الأزوطي. منصب حلو بناسبه. على القليلة هنيك صعب تطلع ريحته. دقوا له قراره مدير عام الأعلاف وأمرنا لله. إيه لكن صراحة يا أبو عزام ما حبيت لك هاي شغلة مديرية الأعلاف والسماد. ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ اسمه مو كتير حلو وبيوحي بشغلات مانا ظريفة. بالعكس بالعكس يا أم عزام. هالمديرية مهمة كتير وحيوية وفيها خبرة. وبسلامة فهمك. ناقصك خبرة أنت التاني. الله ليش بعك. بعدين المكتب اللي قاعد فيه أحلى وأفخم من كل المكاتب اللي انتقلت فيها. والسكرتيرة شبه حلوة؟ ما بها شي بصراحة. ما انتبهت عليها. وليش ما انتبهت لها؟ بشو ملتهي بقى؟ بالأعلاف. بشو بدي التهي يعني؟ ايش دقلك جيهان؟ دا أسألك
رجع بكري من المدرسة؟ بعده ما أجا؟ لا تقلقي، ما بتعوى، أهلا بجي. طب بدي أسأل، بدي أقلك، مشان المساء اعملي لنا كباب بانجان وكبة صاجية. إيه بلاها اللحمة بقرز، ما بدنا نطقي على ضيوفنا. إيه طيب طيب، بعدين نحكي. طيب الله معك، مع السلامة خيتو. عفوا سيدي، اعذروا المقاطعة. لا ولو، تفضل يا رافع، طمني خير، في شيء؟ قريتوا جرايد اليوم سيدي؟ لا والله، ايش فيها جرايد اليوم كمان؟ حدا جايب سيرتنا بشيء؟ لا هو الحقيقة سيرتنا ما حدا جايبها، بس حاكينا عن أبو عزام. ايش هالحكي؟ بالظاهر في تحقيق عن مؤسسة الأعلاف؟ إيه نعم سيدي، تفضل. انتشار مرض غزال الدجاج في القطر نتيجة صفقة أعلاف مشبوهة. لك العامة، إيش هذا؟ حتى الدجاج ما سلم منه؟ العامة شو هالمعلقة هذا؟ وينك رافع؟ نعم أستاذ. اطلب لي أعضاء لجنة توزيع المناصب والامتيازات بسرعة. الله يرضى عليك، الاجتماع طارئ. إنت أستاذ؟ إنت يعني هلا دغري بعد نص ساعة. عفوا، هالشغله ما عاد ينسكت عنها بنوب وزادت عن حدها كثير، يعني مو معقول هالشي اللي عم نسمعه. فعلا يا جماعه، المساله زادت عن حدها كثير وبلغ السيل الزبا. بدنا حلول معقوله يا جماعه، ولا رح نتعرض لانتقادات شديده. ها يا سيدي، اول اجراء لازم تغزو، وهلا والحارق انه نكف يده عن مؤسسه الالاف. أخي، هاي شغلة مفروغ منها. من كف يده عن الأعلاف، من كف يده مو مشكلة، بس وين بدنا نطلقها؟ ضروري نطلقها يا أبو تالا. إيه طبعا ضروري يا أبو الندى. شو نسيتوا إنه أبو عزام شاب طيب ومن خيرة الناس ومن الشرفاء ويعتبر من سياسي هذا الوطن الأوائل؟ نسيتوا كم لافتة معلق وبكم مظاهرة مشترك وكم بلور كيسر وكم سياسي معارض ومزحلق وكم دولاب منفس؟ بقى حلوة ننسى كل أفضاله على هالوطن الحبيب ونزده بالبيت؟ عيب، ما بجوز. ما اختلفنا على هالحكي يا أبو تالا، بس المهم وين بدنا نروح فيه؟ بالفعل هذا هو سؤال مهم، وين بدنا نروح فيه؟ ما بعرف، ما كنت لاقي الحل. عجب، وين بدنا نروح فيه هذا؟ المشكلة ما بنقدر نتخلى عنه طاول. عيب يا صائب بيك، الله يرضى عليك، افهم علي الكلام، افهم المرامي البعيدة. صحيح أنا بدي ضمن مشمش الغوطة لشكري بيك بسعر رخيص، بس بالمقابل أنا رح أخذ نسبة من أرباح الأمردين ونقوح بمقدار 40%. بقى الله يرضى عليك، وافق على الفكرة وأمضي معهم العقد ولا تعمل لي مشاكل. نعم؟ لك يا أخي علي صوتك. أيوة، فهمت عليك، وطي صوتك. صدقني يا صائب بيك، نحن الكسبانين ولو دفعنا حق الخيط غالي، لأنه الخيط يلي جايينا، فهم علي، جايينا خيط مزوي ومفتول، ما بده معالجة. بقى بلغ كل الأعضاء بموافقتي وقل لهم مسعود بيك هيك أمر، وما بدي أي اجتهادات خنفشارية من أي كان، وجهزوا لي العقد مع إسبانيا حتى وقع لكم يا المساء. نعم؟ ماشي الحال، غيره في شيء؟ اوكي، اصبح يعطيك العافية. انصاف يا انصاف. امر ابن عمي. ما يأمر عليك يا ظالم، مين في عندك يا ترى؟ هذا الجراتي مرام وفريال جايين يتعرفوا علي ويباركوا لي من جوازتي منك. ومطولين ليروحوا؟ حاكم انا قلبي عم يعمل حب على ما أقعد أنا وياكي. ليش كل هالقد أخدي عقلك؟ وأكتر، لأنه بصراحة يا إنصاف، القعدة معك والركون إلى عينيك الجميلتين بخليني طير طيران وإسبح بعالم الفتنة والجمال. لك ريتك تقبري عظامي يا قبر يا إنصاف. لا تحكي هيك مسعود، تعرفني بخجل. ولك يا إنصاف، إذا ما حليت ريقي وطريت لساني وأنا بشهر العسل، إمتى بدي أحلي لك؟ على كل حال حبيبي، ما بتصوري طوله عندي، ليش أنت مالك رايحة الجمعية؟ مو ضروري، قضيت شغلي على التليفون. أصبح رح أوصي لك على القهوة، تشرب قهوة؟ لا ما بدي قهوة،
يا ريت تقليلة لصبحية تعمل لي شاي بالقرفة أحسن. من عيوني. يسلموا لي عيونك. تأمر أمر. الله يخليك. عن إذنك حبيبي. تفضلي حياتي. لا تواخذوني يا جماعة، تأخرت عليكم. لا ولا يهمك، عم نتسلى بالصور. ايه وان شاء الله عجبوكم. بيطيروا العقل، وخصوصي صور فرنسا اللي اخذت يوم الكوت ديزور والشانزليزي. شفتي ما احلاهم؟ طيب بدي اسألك انصاف، ولا تواخذيني اذا كان سؤالي محرج اليك. ولا يهمك حبيبتي، اسألي على كيفك. قديش حاطت لك مسعود بيك متأخر مهرك؟ 800 ذهبة. ويا ترى كاتب لك من املاك وشي باسمك؟ اي طبعا، كاتب لي بيتين باسمي، واحد بالقنوات والثاني بسوق ساروجا. بس بيتين؟ اي والله قليل، يعني بلا منقود. مسعود بيك عنده املاك ما بتاكلها النيران ولا بتقرمطها الفيران. صحيح، ولهالسبب مطوب لي ارض بالغزلانيه ومزرعه بجسري. الله يجعل يومي قبل يومه يا حق. الزلمه مسدتني ومخنمني، ولو طلبت منه لبن العصفور بيخلق لي يا خلقه، شو بدي احسن من هيك؟ يا مين تراها عم يقول لي ميلي علي ميلي، ريتك تسلميلي. ايه طيب، بدي افهمه شغله واحده بس. شو هي هالشغله بقى؟ ايه يعني ليش كل هالطاير عقله فيكي؟ ايه طيب، اذا من ناحيه الجمال صحيح انت حلوه، ايه بس في احلى منك بكتير. مزبوط، بس هيك حظي وهيك نصيبي. طب هو شو حابب فيكي بالضبط؟ اسمعوا هالحكي، ايش شايفتيني قدامك قطعه ولا عرجه؟ لا سلامتك، مو هاد قصدي، بس لانه عمري مثل عمرك ما عم اقدر اعرف شغله وحده بس. ليش الخطابين ما عم يقربوا علي؟ لا وما عم اسمع الا هالدرويشه اخذت المليونير، وهالفقيره اخذت الملياردير، وانا قاعده عم بتطلع بعيوني وعم بتحسر بقلبي. نصيب يا فريال، كله بيرجع للنصيب. ما بتآمني انت بالنصيب؟ بآمن، بس وينه؟ اي طولي بالك الا ما يجي. والنصيب دائما بيطبع الانسان على غفله هيك بدون موعد وبدون مقدمات. ايه الله يسمع من تمك ويبعث لي مثل ما بعث لك. ايه بس ما قلتي لي مسعود بيك شو بيحب؟ يعني واحد بعمره بمركزه كرئيس لجمعيه التجار والملاكين، يعني بيكون ذوقه صعب ولا شلون؟ يقبر قلبي، لا صعب ولا شيء. مسعود روح قلبه الشكل الحسن والكلمه الرقيقه والصوت الحلو. يعني بيحب يسمع مطربين؟ تمام، بس قبل كل شيء بيحب يسمع صوتي، ودائما بينادي لي يا شحرورتي. ليش انت صوتك حلو؟ ما بعرف اذا حلو ولا بشع، بس على قلبه احلى من العسل، ويمكن احلى من صوت ام كلثوم كمان. وشلون تعرفتي عليه؟ مثل ما قلت لك، مسعود عنده ضيعه بالغزلانيه، وابي كان يخدم عنده مرابع بستان، ومدري شلون مره من المرات سمعني وانا عم غني، وبدون ما انتبه قام طلب من ابي اني اقعد قدامه وغني. وبالفعل هذا يلي صار، وبمجرد ما شافني وسمع صوتي وقعت بقلبه، وهيك صار النصيب. وعطى ابوك مصاري؟ ايه طبعا، وليش لحتى ما يعطي؟ بالعكس اشترى له بيت وارض كمان. وانت بتحبيه من قلبك ولا بس لانه خلصك من الفقر والتعتير؟ ان اجيتي للحق بحبه من جوات قلبي، لانه شايفني ومو مصدق. والبنت شو بدها اكثر من هيك؟ الله يجعل يومي قبل يومه يا حق. ايه نيالك. ايه عقبالك. قلتي لي صوتك حلو مو هيك؟ هيك بيقولوا. ايه ولي على حظي، ايه عندي صوت بوقع الاقى من عجوزي، ورغم هالشي كل ما بغني بيقولوا لي حاجتك بقى يا صرعتي راسنا. طيب ممكن نسمع صوتك؟ ايه ليش لا؟ بس بدي اسمع صوتك انت بالاول. لا انت. والله والله اذا غنيتي انت بالاول حغني انا بعد منك. ما بقدر يا مرام، صدقيني ما بقدر، صوتي مبحوح. طيب انا رح اغني، بس بدك تغني بعد مني انت. ها ولا يهمك، يلا شجعيني انت بالاول. وخاف البعد توحشني، وخاف البعد توحشني، وخاف القرب تتركني قريب مني، تناجيني خطف بعدك يشغلني، هرب مني تناجيني وطف بعدك يشغلني، بعيد عني تناديني، ومين يقدر يوصلني.
أنا بصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم، ولا بفرح في مربك وخلي الفرحة تتكلم وقول امتى أنا وانت حنتقابل، نتقابل مع الأيام وقول امتى أنا وانت حنتقابل، نتقابل مع الأيام مع الأيام مع الأيام. حب بعدك وشوقي ليك، حب قربك وخوفي عليك، دليلي احتار دليلي احتار وحيرني. قولي شو هاد؟ صوتك حلو كتير. حاشتك بقى، لا تاكلي بعلي حلاوه ولا بصدق حالي بعدين. قسما بالله صوتك حلو وانا ما بطلع نقطه ببحري. ايه حاجتك تواضعي ومسكنه انت الثانيه. يلا سمعينا لشوف لمين بتغني انت. انا بحب الاغاني الريفيه بحكم تربيتي، ومسعود بحبها مني كتير. الخلاصة سمعينا، نطفتي لي قلبي. على عيني مدلل والله مدلل، هذا محبوبي مدلل، عاف الليل وسهر الليل، عاف الليل وسهر الليل، بس أنا عيوني تذبل. مدلل مدلل عيوني شقد مدلل، شقد السهرات حلالي، كل ما شوفك قبالي وانا ديك. تفضل. عفوا يا انصاف، بس سمعت صوت جميل غير صوتك. هي صوت جارتنا مرام، تحب تسمع صوتها؟ يا ريت. حاكم انا مثل ما بتعرفي يا انصاف، حجة بالحكم على الأصوات. يلا مرام سمعينا صوتك. إيه بس أنا هلأ ما بدنا مستحف. ماشي الحال، اعتبريني مثل أخوك الصغير. في يوم ما تسعدني فوربك، في يوم ما تسعدني فوربك، هلاقي كل الناس أحباب. ويوم ما تسعدني فوربك، ويوم ما تسعدني فوربك، هلاقي كل الناس أحباب. شو هالحكي؟ مسعود بيك مريض؟ اي نعم يا أم ممدوح، صار له 15 يوم ملحوش بالفرشة. لك عن ليش رايح على الاجتماع؟ طبعا بدي روح، يعني إذا كان مسعود بيك مريض بتوقف الدنيا. لا تنسي انه جمعية التجار والملاكين هي العصب الحساس للسوق. طيب شو صار مع مسعود بيك؟ شو سبب هالمرضى تبعه؟ ايه شو بيعرفني؟ بس هو الله يصلحه راكد ورا بسطه وكيفه، مفكر حاله لساته شب وعلى سهر وطرب وحفلات. لا والافندي تجوز وحدة قد بناته. صحيح، وصدقيني هالجوازة بدها تجيب اخرته. اي مكمل لبسي وروح لحق الاجتماع. انا بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. يلا مع السلامة. لا حول ولا قوة. تفضل حبيبي. يسلم مهديات حبيبتي. حطيتي عسل للزهورات؟ ايه حبيبي، حطيت لك معلقة عسل كبيرة. لأنه العسل فيه شفاء للناس. معك حق. طمني هلأ شلون صرت؟ ماشي الحال، بس مو كتير. والله يا أنصاف لساتني عم حس بشوية تعب. يعني بشو حاسس هلأ؟ ما بعرف يا أنصاف، حاسس وكأنه في بلاطة محطوطة فوق صدري، وطابق صدري تمام من هالبلاطة، وحاسس كمان كأنه سيخ حديد بظهري. كيف ما تحركت عم يوجعني ظهري يا انصاف. اضرب عليك ان شاء الله، الله يبعث الوجع لجسمي.
وحاسس يا انصاف كانه في شوكه بحلقي وسكينه بحنجرتي وصخره على كتافي ومدقه هاون فوق راسي وشاكوشه باذني ومنجل بعيني. يعني الخلاصه كلي على بعضي ملخبط لخبطه ومخبص تخبيص. لا حول ولا قوه الا بالله. انه منين اجتك هالشغله ما بعرف، لسه من جمعه زمان كنت عم تغني معنا مثل الحصان. انا حصان انت الثانيه؟ شبنا انصاف نسيتي؟ اللي هلا ما بدك تروح بكره تحضر اجتماع الجمعيه؟ لا لا ما رح اقدر. بس انت رئيس الجمعيه، يعني لازم تكون موجود بالاجتماع لحتى تعرف شو عم يحكوا. ما في مشكله يا انصاف، طالما انا مو موجود الاجتماع رح يكون رفع عتب، يعني مستحيل ياخذوا قرار اذا كنت مالي موجود، لازم يشاوروني. ايه معلوم بدهم يشاوروك لانك كبيرهم بالقدر وبالقيمه وبالوجاهه وبكل شيء. الله يخلي لي اياك يا رب. وينك انصاف؟ قبل ما انسى ابعتي حدا لبيت ابو ممدوح نائبي وخليه يقول لهم انه انا مالي جاي على الاجتماع بكره. خلص ببعت له خبر. عظيم جدا، لكن الله يرضى عليكي غني لي هيك غنية رهجة لأني بحب أسمع صوتك برتاح عليه. لا حبيبي هالمرة أنت اللي لازم تغني مو أنا. انصاف أنا بهالحالة شلون؟ إيه طبعاً بتقدر، يلا لنشوف بدي أسمع. والله ما بعرف. طيب طيب رح حاول. أرى سلمى بلا ذنب جفتني وكانت أمس من بعضي ومني كأني لم أداعبا لعوبا ولم تهفو إلي وتستزيدني كأن الليل لم يرضى ويروي أحاديث الهوى أنا مرضان وعم غني يعني ما صاري قريت. هدوء شوي لو سمحت. تفضل. بعد إذنكم بدنا نبدأ اجتماع جمعية التجار والملاكة ورح أترأس أنا الاجتماع اليوم بالنيابة عن مسعود بيك. مسعود بيك مو جاي على الاجتماع اليوم؟ الحقيقة اعتذر لأنه متوعك صحيا الله يعافيك. لا 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 والله ما بيسألك الله يعافيك يا رب يجافيك. وإن شاء الله حالته أحسن هلا. ماشي الحال. بس مثل ما بتعرفوا مسعود بيك قطع 75 سنة وأي شغلة صارت تأثر عليه تأثير مباشر. الله يطولنا بعمره يا رب ولا يديمنا من بعده. بالفعل يا جماعة أنا ليل نهار عم أدعي لمسعود بيك بطول العمر. لانه عدم المؤاخذه جمعيه التجار والملاكي ما بتسوى شيء من بعده. طبعا نحن كلياتنا ما بنسوى شيء من دونه. شو نسيتوا انه هالجمعيه هي تاسست على ايديه وهو اللي وقفها على رجليها وعمل لك ايام بهالبلد؟ بالفعل يا جماعه افضال الزلمه على جمعيتنا ما بتنتسى ابدا. بس يعني نحن لازم نفكر بواقعيه شوي. شلون يعني؟ يعني محبتنا له وولائنا ما لازم نسينا مصلحه الجمعيه. شو قصدك ابو سعيد؟ عفوا يعني نحن كمان لازم نفكر بمستقبل الجمعية بعد مسعود بيك الله يطولنا بعمره. هو صحيح الأعمار بيد الله بس الموت حق، حق على كل بني آدم ما راح يخلد بهالدنيا يعني لأنه ما حدا خلد قبله. والزلمة الله يعطيه طولة العمر قطع 75 سنة وصحته كل ماله لورا وجوازته الآخرانية دبحته دبح والسهر والدخان راح يجيب آخرته الله يطول بعمره. صلي على النبي أبو سعيد. شو هالحكي يا أنت هيك عم تهاون على الزلمة؟ معلش أبو ممدوح، أبو سعيد عم يحكي صح وهذا الموضوع بالذات من زمان كان لازم نتناقش فيه. أنا موضوع أنت الثاني؟ موضوع الشخص اللي ممكن يخلف مسعود بيك بعد عمر طويل. ما بعرف يا جماعة، هذا الموضوع حساس كتير ومو لازم نناقشه إلا إذا كانوا كل أعضاء موافقين على بحث هيك موضوع. يلي موافق يرفع إيده لو سمحتوا. طالما الجميع موافقين ما في مشكلة، خلينا نحط هالموضوع على بساط البحث. في حدا عنده شيء اقتراح معين؟ أهم شيء لازم أفكر بالبديل.
يعني عفوا مثل ما قال ابو سعيد، مسعود بيك صار على حافه دبر، يعني بصراحه يا مصابح يا ماسي. وبيني وبينكم المسكين الله يوجه له الخير، يعني كان يحب الطرب والنسوان والسهر وهالشي من شانه يقصر عمره. وحتى ما نتفاجأ بوفاته ونعبط لازم نكون مجهزين كل أمورنا. ما في مانع، بس كيف بدنا نختار البديل؟ طبعا مسعود بيك ما له بديل أبدا، يعني ما في إنسان ممكن يسد الفراغ اللي رح يتركه بعد وفاته لا سمح الله. لكن يا جماعة شو بدنا نعمل؟ هيك حال الدنيا. معك حق أبو خليل، يعني لحتى نكون واقعيين ما في بيناتنا شخص بيملك حكمة وشجاعة وحنكة مسعود بيك. بس شو بدنا نعمل؟ مثل ما بيقولوا، شو جبرك على المر غير الأمر؟ بقى مين بتقترحوا يقود هالجمعية بعد مسعود بيك الله يرحمه؟ قصدي يعني بعد عمر طويل. قبل ما نقترح حدا لازم نتفق يضل هالموضوع سر بيناتنا منشان ما نأذي مشاعر مسعود بيك. موافقين يا جماعة على السرية مثل ما قال أبو سعيد؟ اجمع. معناتها إذا بتريدوا كل شيء بنحكيه هون ما لازم يطلع لبرا، يعني هون حفرنا وهون طبرنا. وشغلة الجواز والطرب والسهر كل هالشيء شأن خاص فيه ونحنا ما لنا علاقة فيه نهائيا. اسم مين بتقترحه هلا ليخلف مسعود بيك؟ أنا بشوف ما في غيرك يا أبو ممدوح، باعتبارك أكبرنا سنا وباعتبارك حاليا نائب رئيس الجمعية. هذا الحكي المزبوط. لا معلش، يا ريت تعذروني، انا ما بقدر على هيك مسؤوليه ابدا. مسعود بيك وين وانا وين؟ ما اختلفنا يا ابو ممدوح، بس نحن هلا بوضع حرج ولازم نلاقي حل بسرعه. يعني صاير فينا مثل سفينه بنص البحر ولازمها ربان ماهر ليقود السفينه لبر الامان. طيب خلونا ناجل هالموضوع للاجتماع الجاي، ما في داعي نستعجل وناخذ قرار متسرع. موافقين على التاجيل؟ شو حبيبي؟ شايفتك غيرت أوعي؟ بدك تروح على شي محل؟ إيه والله يا أنصاف، بدي أطلع بجنازة أبو سعيد الله يرحمه ترابه. هلا لا تفور لي دمي، أنت قدران تطلع بجنازات؟ ما بيصير يا أنصاف، ما بيصير، لأنه المرحوم كان من أعز أصدقائي، وغير هيك وهيك كان من الأعضاء النشيطين بالجمعية. بقى معقولة ما أطلع بجنازته يا أنصاف؟ ما اختلفنا يا حبيبي، بس مالك شايف حالك مو قدران تمشي؟ معلش الله بيدبرني، مو مشكلة. يا معين العاجزين يا رب، خاطرك روحي. الله يكون معك. يا الله يا الله يا معين العاجزين. قبل ما نبدأ الاجتماع سمعونا الفاتحة على روح أبو سعيد الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله. أمين. رحمة الله عليك. مو جاي مسعود بيك على الاجتماع اليوم؟ مسعود بيك مخبص شوي بعد ما شاركنا بالجنازة. الحقيقة إصرار مسعود بيك على أنه يمشي بجنازة أبو سعيد رغم مرضه وتعبه بيدل على نبل هالإنسان هاد وأخلاقه العالية. بالفعل مسعود بيك إنسان نبيل وصاحب واجب وبيفهم بالأصول. إيه الله يشفيه ويعافيه يا رب. إيه قسما بالله يا جماعة نحن ما بنسوى شيء بهالجمعية من دونه. على فكرة يا جماعة، وفاة أبو سعيد مو لازم تنسينا الموضوع اللي اتفقنا عليه بالاجتماع الماضي. شو قصدك؟ يعني مثل ما حكينا الموت حق على كل إنسان، وهي أبو سعيد انخطف خطف من بيناتنا، ويمكن هالشي هاد انذار من المولى عز وجل لحتى ننتبه ونحضر حالنا. والله يا جماعة الله يجيرنا من شي أعظم. إذا صار شي لهالزلمة لا سمح الله رح تفرط جمعيتنا ورح نروح لحنا دعوة سبين رجلين. ومشان هيك لازم نختار الشخص اللي ممكن يخلف مسعود بيك الله يطولنا بعمره. أنا برأيي يا أبو يحيى نركز هلأ على الشاغر اللي بده يشغل مقعد المرحوم أبو سعيد، ومشان هيك رح نأجل موضوع خليفة مسعود بيك للاجتماع الجاي. موافقين على التأجيل؟ شو حبيبي؟ ما بدك تطلع بجنازة أبو يحيى؟ صدقيني يا أنصاف مالي مروة اتحرك، حاسس في شي بركبي عم يطرق طرق مثل البسامير. ولي على قامتي عليك يا مسعود، أصبح خليك مرتاح بالبيت. إيه الله يرحمك يا أبو يحيى، قديش كان جاي على بالي امشي بجنازتك، بس يا خسارة مالي نصيب امشي بجنازة الزلمة.
انصاف غني لي شوي، صوتك بريحني حبيبتي. بس منغني سوا. ايه على عيني وراسي، ما في مانع، منغني سوا على شرط ترقصي لي. برقص لك. طيب غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني حياة الروح اسمعها، العلي تشفي المغنى، حياة الروح تسمعها، العلي تشفي وتداوي كبد مجروح، تحتار الأطباء فيه. يا جماعة سمعونا الفاتحة على روح المرحوم أبو يحيى. بسم الله آمين. طبعا قبل كل شيء اسمحوا لي رحب بعضو الجمعية الجديد الأستاذ عادل يلي حل محل المرحوم أبو سعيد. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين يا أهلا. بالنسبة للاجتماع اليوم رح نخصصه للحديث عن مناقب الفقيد أبو يحيى، ورح نناقش موضوع الشاغر يلي ممكن يشغل محله. طبعا مثل ما اتفقنا بالاجتماع الماضي بدنا نحكي شوي بمستقبل الجمعية بعد مسعود بيك الله يطول بعمره. آمين يا رب العالمين. يا الله يا الله، هلكني عرق النساء، هلكني. قولي على قامتي عليك يا مسعود، لوين رايح؟ لوين يعني؟ على الاجتماع. أنا اجتماع؟ اجتماع الجمعية. شو نسيتي اني انا رئيس الجمعية يا انصا؟ لا حبيبي ما نسيت، بس صار لك زمان ما حضرت اجتماعات. ايه صحيح الحق معك صحيح، بس اليوم الاجتماع مهم كتير ولازم احضره. وقدران تمشي؟ ايه بدبر حالي. مو مشكلة، يلا امشي مطاح، يلا خاطرك ادعيلنا. الله يكون معك، الله يطول عمرك ويجعلك بكل خطوة سلامة يا رب. يا الله ما في غيرك. الله لا يبارك في الوجع. ارتاحوا ارتاحوا ارتاحوا، الله يعطيكم العافية. قبل كل شيء يا شباب خلينا نقرأ الفاتحة على روح المرحوم أبو ممدوح الله يرحم ترابه ويتغمده برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله، آمين. طبعا اجتماع اليوم راح نخصصه لنحكي شوي عن مناقب المرحوم أبو ممدوح الله يرحمه، وراح نناقش كمان موضوع الشاغر يلي ممكن يشغل محل الممدوح أبو مرحوم، محل المرحوم أبو ممدوح الله يرحم اضطرابه ويتغمده برحمته. طبعا نحن لازم يا شباب نتجاوز حزننا على أبو ممدوح ونفكر بعقل، لأنه مستقبل الجمعية وأنا على رأسها طبعا هو الأهم، وبالنتيجة الموت حق على كل إنسان. هذا الكاس بده يشرب منه كل بني آدم، ما في مجال، ما حدا مخلد بالدنيا. هيك حال الدنيا، حدا مخليك؟ أبدا. بالمناسبة أنا داعيكم لحضور عرسي على زوجتي الجديدة جارتنا الآنسة مرام، وبحضوركم يتم سرورنا.
وانت الفيلا حلوه كثير. فعلا منظرها كثير حلو. لكن يا عمي هذا ابو سمره بيلبق له العز. ليش حبيبي احنا ما بيلبقنا العز؟ لا بيلبقنا بس قصدي انه هو مزوي كثير. يلا يا جماعه هلا بيكونوا عم ينتظرونا. يلا تفضل. يا ميت اهلا وسهلا. شرفتوا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. الله يبارك بعمرك. شرفتوا اهلا وسهلا. ان شاء الله الف مبروك. ميت مرحبا. مبروك بس الله يبارك بعمرك. شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تمام. مبروك مدام. الله يبارك فيك. الله يبارك بعمركم. فعلا يا ابو سمره فيلا بتطير العقل. ان شاء الله مبروك. الله يبارك بعمرك. نحن ما بنطلع نقطه ببحرك على فكره مدام نسرين. جوزك مزوق كثير ها؟ طبعا مزوق. لو ما كان مزوق ما كان اختارني اكيد. تفضلوا لجوا يا جماعه تفضلوا. فدوى. ايوه مدام. خذي الورد من الجماعه. ورد محل الفيلا على فكره. نحن حبينا بس تجوا بالنهار شوي قبل العشاء لحتى تشوفوا الفيلا بالنهار وبالليل. ما شاء الله. يلا تفضلوا لجوا. تفضلوا تفضلوا. يا سلام على هالمرج الاخضر. انت زارعه سمير؟ لا هذا جبته رولات جاهزه من اسبانيا. عم اقول لحالي شيء حلو كثير وما معقول يكون مزروع زراعه. طبعا. يا الله ما احلى هالورد اللي بالزاويه. شوف عيمان. نجات منين جايبين هالشتله؟ يا ستي هذا الشتل كله من هولندا يعني ما في منه هون. فعلا باينتها حلوه كثير. تتهنى ان شاء الله. ميرسي. سيد سمير لا تواخذني بالكلمه طالما فيها هولندا واسبانيا يعني يا ترى قديش مكلفتك الفيلا؟ الحقيقه ما كلفتني كثير. لانه مثل ما بتعرف هلا اسعار المواد رخيصه والايد العامله ارخص. يعني بصراحه هالفيلا لو عاملها من 10 سنين كانت كلفتني بضعف على الاقل. يعني هلا قديش كلفت؟ يعني مع حق الارض حوالي 50 مليون. 50 مليون؟ بالفعل مو كثير. وبصراحه انا كنت مفكر المبلغ اكثر من هيك. الواقع انا ما تبخلنت بالدفع مشان اوفر لانه قلت لحالي الواحد رح يعمر ويعمر بقى يعمل شيء مميز ومنيح بفرد مره ويخلص من هالقصة. انت طول عمرك مميز يا سمير. انا مميز لاني مرافقكم وبس. يا جماعه شو رايكم نورجيكم على الفيلا من جوا كيف عاملينها؟ اي والله اي ما في مانع. خلي النسوان يروحوا يشوفوا الفيلا من جوا لانه احنا رجال مالنا مراقب التفتيل. هلا هيك دغري رح تفصلونا نسوان لحال ورجال لحال؟ قال يعني عامل حالك زعلان؟ ايه بحطك بزمتي اذا ما كان قلبك عم يعمل حق بق مشان نقعد لحالنا. لا عمي انا ما بحسن بعد على مرتي ولا دقيقه. اي صدقناك. قال منين تعرف الكذبه؟ قال له من كبره. نجاة خذي النسوان وفرجيهم على الفيلا من جوا. نحن رح نقعد هون جنب المسبح ندردش شوي. ايه بس اوعكم تحكوا علينا. لا لا معقول. معقول. تفضلوا سبايا تفضلوا. لا تطولينوها رح اشتاق لك. تفضلوا تفضلوا. شرفوا. شايفين كله ستايل شرقي. انا بسكي يعني. ما شاء الله كثير حلو. ان شاء الله بتتهنوا يا رب. تسلمي. تفضلوا ورجيكم المطبخ. وهذا المطبخ ما شاء الله حلو كثير حلو. شوف هدو اخذتيلهم عصير لبرا؟ لا لسه مدام. طيب اوكي. نحن كمان جيبنا عصير. ايه تكرم عينكم. يلا تفضلوا. وهذا الصالون. يلا بصراحة قولوا لي شو رأيكم بهالفيلا؟ اشي بياخد العقل. توب هاوس. يعني يا هيك فيلا يا بلا. يعني فعلا اوريجينال كتير. تتهنوا فيها ان شاء الله. شكرا حبيبتي. تفضلوا نقعد هون. نجات شو هان؟ يا ستي هذا انترفون موصول مع كل غرف الفيلا بجنين. يعني اي حدا بده شيء من المطبخ بيتصل عن طريقه. يا سلام عليك يا نجاة. بالفعل حضاره. العصير جاهز مدام.
وين بتحبوا تشربوا العصير يا جماعة؟ وين يعني هون؟ ليش في أحلى من هيك قعدة؟ طيب أوكي، هاتي لهون فدوى. تفضلي، يسلم هالإيدين. تفضلي. شكرا. يسلم. تفضلي مدام. شكرا فدوى. أنه مجموعة بتقدم منافسة، وين بتصير صعبة؟ سلمون يا فدوى. سلمون. قديش قيمة المناقصة؟ يعني كمان من اسبانيا. يسلمون. سلم الايدين. حلوة هالفدوى. ما شاء الله وكان عليها وعلى هالوش اللي بياخذ العقل كله. هذا من لطفك. يا ستي فدوى ما في منها، بس المنظومة بدها تتركني. يو، ليش وين رحت لاقي مثلي؟ لك لا مو قصة هيك، بس خطيبها قال ما بده اياها تضل تشتغل بالبيوت. ليش فدوى مخطوبة؟ مخطوبة وبس، هي اللي شايفتيها قدامك عايشة قصة حب لقراضية أدانك. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك، وقصتها بتفرط من الضحك. عادي فدوى، عادي احكي لهم شلون تعرفتي على فهيم وحبيتي. عادي. ليش اسمه فهيم؟ مو بس اسمه فهيم، وهو كمان فهيم، يعني كله على بعضه فهيم. كيف تعرفتي عليه؟ الحقيقة هو صار يتحركش فيني بالأول. شلون بقى؟ يعني صار ينكملي. ليش شو بيشتغل؟ ملحن بالإذاعة؟ لا، بياع اناني غاز. كان يفوت على الحارة ويطرطق على الاناني ويقول غاز غاز، ولما يوصل لحد بيتي يطرطق على الاناني لحن عودوني تبع عمرو دياب. ويزبط معه اللحن على الاناني الغاز. ايه شو يزبط؟ ايه والله والله عليه انامل بتلف بالحرير، يعني لو ما كان بيشتغل بياع اناني غاز كان طلع عازف بيانو. ايه ايه. وبعدين شو صار؟ صرت وقف له على الشباك كل ما يمرق من الحارة، ومرة من المرات نادينا له مشان يغير الجلدة. ايه. بعد ما غير الجلدة طرقني غمزة، الله مولاها، الله وكيلكم كنت رحت على طولي من ورا هالغمزة. ايشو لهالدرجة غمزات قاتولية؟ واكتر، يا سلام على تدبيرة هالعيون اللي عليه، كل شي في حلو، ايه حتى كمشتو لمفتاح الغاز غير شكل. وبعدين شو صار؟ صرنا نلتقي باللجنينة ومن كلمة لكلمة حبينا بعض، واجه تقدم لخطبتي بس أبي ما كان يوافق. ليش ما وافق؟ قال ما بيعطي بنته لبياع غاز، وهالشغلة مو من مستوانا. ليش أبوكي شو بيشتغل؟ بياع مازوت. ما كتير فرقت هاي على هاي، يعني الغاز والمازوت من مشتقات البترول. هيك قلت له لأبي، قام قال لي شو بدنا نعمل عنا فرع للأوبك بالبيت. على فكرة يا جماعة، أبوه لفدوى كتير كتير دمه خفيف وحكياته زراب. ايه واضح هالشي. المهم وافق بالآخر؟ ايه وافق، بس شو بعد أخذ ورد واجتماعات ومؤتمرات آخر شي تمت الخطبة. ايه ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكي. وإمتى رح تتجوزوا؟ يعني بعد شي سنة مشان يكون كون نفسه. بالهنا إن شاء الله. الله يخليكي. بتريدي مني شي مدام؟ لا حبيبتي، بس انت هيك ضبط بالمطبخ شوي. فدوى اذا بدي منك شيء بدالك على الانترفون. حاضر مدام، عن اذنكم. مع السلامه. كيف شفتوا لي قصه فدوى؟ كثير ظريفه هالبنت مهضومه. طيب صبايا، شو رايكم كل وحده فينا بتحكي قصتها، يعني كيف تعرفت على جوزها وتجوزته، على الاقل هيك منضيع وقت ومنتسلى. فكره حلوه كثير، بس مين اللي بدها تبدا؟ ما في مشكله نعمل قرعه. موافقين صبايا؟ موافقين. طيب يلا. اي سيدي، على شو بتحبوا نلعب؟ على طريقة خروش المغلوب. ماشي الحال. معناتها قوم بسام خلاص انغلبت. خليني اخذ فرصتي. يلا سوسن، طلع دورك اول شيء، احكي لنا بقى، احكي لنا كيف تعرفتي على بسام وتجوزتي؟ يا ستي انا كنت مقررة اني ما اتجوز بنوب، قلت لحالي يا بنت ما بدك وجهة هالراس، لاني بصراحة عم شوف اللي عم يتجوز وشو عم يصير فيهم. اي والله معك حق. بس كيف غيرتي رأيك بعدين؟ ما بقلوا لك القدر بيعمل بصر. المهم بيوم من الأيام كنت نازلة من عند خالتي باللادية وراكبة بباصات الكرنك، لأني بصراحة متعودة كل صيفية أقضي عند خالتي باللادية. المهم يا جماعة، إجا مقعدي بالصدفة جنب مقعد بسام بالكرنك، ولو تشوفي يوميتا قديش حلت سألته وغلاصته علي. والله وكيلكم يا جماعة، احتار كيف بده يحكي معي. مرة يضيفني شوكولا، ومرة يضيفني بسكوت ونوغا، ومرة يقدم لي مسكة، وأنا زعبلته على الآخر. وبعد شوي حاول يعيرني جريدة يلي معه.
أنسي، إذا حابة تتسلي بالجريدة تفضلي. لا شكرا كثير، أنا ما بقدر أقرأ بالباص لأنه بدو خبطلعي نفسي. ولا يهمك، إذا جاي على بالك تراجعي راجعي، معي كيس مراجعة جايبه معي من الطيارة، تفضلي. ضل يتقل دم ويتزارف ويخفف دم وأنا مطنشته على الآخر. عفواً أنسي، إذا حابة تنامي نامي، بس نوصل أنا فيك. لك يا أخي ما بدي نام، ما بدي نام، هرني نصك شوي خليني أعرف تابع الفيلم. هذا فيلم بايخ وصرت شايفه أكثر من 3 مرات، وبالعلامة هذا أبو السكسوكة، شايفتي؟ هذا أبو السكسوكة هو القاتل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كتر ما مليت منه طلبت إن المضيف يغير لي محلي. عن إذنك شوي. تفضلي بس. عن إذنك. ما مضى 5 دقايق ما بشوفه إلا ترك محله وإجا تصمع بالمقعد يلي جنبي. بتعرفي معك حق تنتقي من هنيك لأنه هنيك شوب كتير. بالفعل لزقة. وشو صار بعدين؟ يا ستي ضل يتزارف ويتلاطف كل الطريق، وأنا بصراحة كنت رح ساوي مشكلة، بس قلت لحالي يا بنت اسكتي بلا فضايح بقلب الباص، واضطريت اتحمل غلاصته وسماكة دمه ونكته البايخة كل الطريق. ولما وصلنا عالشام ما بلاقي لك يا غير راكد وراي، واجا ليحمل لي الشناتي. عنك عزيز عنك. لا معلش شكرا ما في داعي. عنك على شيء. تفضل. وعلى قد ما له عفريت نقل رقم التليفون المكتوب على الشنطة وبلش يدق لي ليل ونهار، وانا كل ما اسمع صوته اطبش السماعة بوشه. بعدين قلت لحالي يا بنت ردي عليه وشوفي شو بده، حرام اخطي رح يقتل حاله مشان يحكي معي. المهم رديت عليه قام طلب يشوفني. ولما قابلته برا بلش يسمعني المعزوفة الشهيرة، انا معجب فيكي من وقت ما شفتك، وانا ما عم نعمل ليل، وطيفك ما عم بفارق خيالي او من هالحكي هاد. ايه وبعدين؟ قال لي انه يوم المنى عنده اذا وافقت اتجوزه. ياي وشو قلتي له؟ انا ما عطيته جواب بنوم، شربت قهوتي ومشيت. المهم يا جماعه تعرف على عنوان البيت وتقدم لخطبتي، وبعت اهله 2 3، وبعد وصايا وجاهات صار النصيب. يخرب بيت هالرجال، متى ما دبقوا الوحده ما بيحلوا عنها لحتى ينولوا اللي ببالهم. طيب انت نوى كيف تعرفتي على عماد وتجوزتوا؟ الحقيقه انا كمان ما كنت ناويه اتجوز، كنت طالبه انجليزي سنه رابعه والاولى على صفي وشايفه حالي ومو مصدقه. وبيوم من الايام اخذتني رفيقتي على نوفوتي ومكياجات لنشتري من عنده كم غلط، ويا حذركم مين صاحب المحل كان؟ أكيد السيد عماد هو بذاته. المهم هو شافني من هون واندلق علي بفرد دلقة من هون، وراسه 1000 سيف ما بده ياخد حق الغراض. قال شو؟ خليهم كادو من المحل، وبلش بقى يتلاطف ويتزارف ويتبايخ ويتغمى ويخفف دم. ايه وبعدين أخذ مصاري؟ ما رضي،
بس انا لحشت له المصاري على الطاوله وطلعت. لك برافو عليكي، والله ما قصرتي. ليش فكرك خلصت منه؟ الله وكيلك طلع من المحل ولحقنا وضل ماشي ورانا أكتر من نص ساعة. نروح يمين يروح يمين، نروح شمال يكعب بقفانا. لعم بقلبه شو وقح؟ بصراحة أنا خفت كتير، قلت لحالي شو بده مني هاد، ودغري أشرت لتاكسي وطلعت فيها. بس الأخ كمان أشر لسيارة تانية ولحقنا. لعمة بقلبه لحقت بالتاكسي؟ ايه نعم. بس ربك حميد الشوفير اللي انا طالعه معه قدر يضيعه. ايه منيح، معناتها قدرتي تخلصي منه. منين خلصت؟ وتاني يوم لقيت واقف لي على باب الجامعه ومعه ورده حمراء، وأول ما شافني هجم علي بسرعة وقدم لي الوردة. وأخدتيها منه؟ ما فشلت عينه؟ أخدتها ولحشتها بالأرض ودعست عليها. وضلينا على هالحالة شي شهرين ثلاثة، وكل يوم يوقف لي على باب الجامعة يا أما على باب البيت وعلى ورد ومكاتيب. شي زبتلي رسالة قدامي، شي شلفها وراي، شي بعتلي وردة على البيت وحالي. المهم مشي لحفي وبكي لعمي. وبالاخير ومن مللي منه عطيته ريق حلو وتقدم ليطلبني من اهلي، بس ابي اشترط عليه اني كفي تعليمي وهيك صار النصيب. يا ستي قصتك بتاخذ العقل. اي نسري احكي لنا كيف تعرفتي على كريم وصار النصيب؟ هذا يا ستي لما تخرجت من الصف الخاص تعينت بمدرسه ابتدائيه صغيره، كنت وقتها باول طلعتي وعم اضوي ضوي وقايسه حالي بالمسطره ومالي شايفه حدا قدامي. ولما فتت على الإدارة مشان أقدم ورائي كان كريم هو المدير، والمسكين أول ما شافني تبلكم وعرق وخضر وحمر وما عاد يعرف شو بده يعمل. هي معه حق، لأنه أنت هلأ بتاخدي العقل، بقى كيف من قبل؟ المهم أخذ منك الوراق؟ أخذها، بس بعد شو؟ لا والمسكين دلق الشاي على حاله قد ما كان متلبك. المهم اخذ مني الوراق وقال لي اختاري الصف اللي بدك اياه. وانتي شو اخترتي؟ اخترت الصف الاول. وقبل يعطيك الصف الاول؟ يعني لانه بالعاده الصف الاول ما بيعطوا للمدرسين الجداد. قال ابن قال ما فتحت امه بحرف وقال لي اللي بدك اياه بصير. شوفي الدرسان شوفي. وبعدين شو صار؟ الف با تا 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 جيم جيم ها ها تا الله وكيلكم هلكني. صار سري مري لعندي على الصف، شي بده يجيب لي طبشور، شي بده يبدل لي مساحة اللوح. يلا نايت لك حتى
المذاكرات صار يصلحها عني، وكل ما غيب عن المدرسة يوقف بالصف ويعطي الدروس عني، ورغم كل هالشي ضليت معه على الرسمي وما عطيته ريق حلو أبدا. إيه وبعدين؟ بعدين؟ بعدين تطورت حالته وصار يلحقني على البسكليت كل ما أطلع من المدرسة ويزمر لي، ومو بس هيك صار يروح ويجي على البسكليت من قدام بيتنا، وبنروح عزمور وبنرجع عزمور لحتى تكاتروا علي أهل الحارة وصلخوا قتلي من كعب الدست. يا حرام شو الحكي هاد؟ وآخر شي إجا مع أهله وطلب إيدي. أمنا حطينا له قائمة طلبات طويلة عريضة من شان نطفشه ونخلص منه. قام يا حرام الزلمة وافق على كل طلباتنا وقال لي اللي بدك يا بيصير، يعني الزلمة كان مستقتل كتير. المهم وافقت عليه وصار بنصي. فعلا قصة جوازتك استثنائية يا نسرين. ايه نجعت صار دورك، احكي لنا بقى شو قصتك انت وسمير. على عيني. هذا يا جماعة أنا كنت موظفة ببنك، ولأجل الصدفة كان سمير له تعاملات مالية مع نفس البنك اللي أنا بشتغل فيه. وبيوم من الأيام إجا سمير على البنك، كان مستعجل كتير بده يسحب مليون ليرة بأي طريقة، يعني يظهر ما عنده وقت لحتى يوقف بالدور. وما لقيت لك يا غير قرب لعندي وبلش يتقرب مني. على يا أنسة أنت بتقربينا شي؟ يعني أمك بنت خالة أمي شي؟ بعدين دجل لي إياها فرد دجة إنه دخيلك ببوس إيدك اسحبي لي المصاري خليني أمشي. يعني بيني وبينكم انا من كتر ما شفته ملهوش شفقت عليه، قلت يلا حرام، سحبت له المصاري وعديت له ياهن واعطيته ياهن، يعني حبيت اخدمه. تقبريني يا نجاة طول عمرك قلبك طيب. لك ايه بس من يومها وحياه اللي خالقك ماني مفارقك، كل ما يمرق لعندي على البنك شي يجيب لي معه فطاير بجبني شي مناقيش بزعتر، يا اما يجيب لي كروت مسرحيه من هدول مسرحيات البايخه. شايفه يا نجاة الله وكيلك هالرجال بحرموا الواحد يخدمهم. هذا اللي صار معي يا جماعة، لزقني أخوكم بالله فرد لزقة، لا ويعريت وقفت الشغلة عجاية على البنك وبس. ليش شو عمل كمان؟ الله وكيلك هلكني بالتليفونات ليل نهار. كنتوا غيروا رقم التليفون؟ لك حبيبتي غيرنا رقم التليفون وما استفدنا شيء. سمير من كتر ماله عفريت قدر يجيب الرقم الجديد، لك بالرغم من انه اشتكينا عليه وما كان يزوق على دمه. وهذا اللي صار معنا شهرين لا ينيمني بالليل ولا بالنهار، وفجأة يا جماعة انقطعت اخباره مرة واحدة، لا حس ولا خبر. وين راح؟ ليكون انتحر. شلون بده ينتحر انت التانية؟ ليكو يقبر قلبي قاعد برا. لكان وين راح؟ سمعت انه مرض من حبي يعني وكان رح يموت. المسكين يا حرام صارت حرارته تطلع ل 42 وتدق البردية شي 5-6 مرات باليوم. فدوى. المهم يا جماعة اجت امه لعنا البيت وقالت دخيلكم ايدي بزناركم، دخيلك يا بنتي بوز ايدك، شو بدك طلبي شو بدك امري، ابني رح يروح من بين ايدي. يعني بصراحة انتو بتعرفوا قديش انا قلبي طيب. ما طوعني قالت فيه صار النصيب. تسلمي يا نجات انتي طول عمرك حنونة وقلبك لله. تسلمي فدوى حبيبتي، ساوينا هيك جات فواكه على كيفك وحسبي حسابهم برا، لا تنسي تكرم عينكم. قلت لكم ما حدا بيطلع له معي، ما صدقتوني. إيه احنا ما حبينا نغلبك على ارضك وبين جمهورك، داسين بساطك يا زلمه شباب. إيه لا يا سيدي مو مزبوط الحكي، لو طلع لكم ما قصرتوا. شو رايكم بجات فواكه؟ ايه والله ما في مانع، منيح الفواكه. يا نجاة. نعم سمورتي. دخيلينك بعدين ما فوتش مع فدوى. ايه حبيبي يلا هلا بتكون صارت عندك. ايه ليك اصلك اسلام عليك. ايه شباب سمعتوا شو اخر نكتة؟ هات لنشوف. في واحد سأل رفيقه قال له طمني شو اخبارك انت ومرتك؟ قال له اول ما تزوجنا كانت مرتي تسألني طمني شو في بقلبك، اما هلأ مرتي عم تسألني طمني شو في بجزانك. يسلم. طيب شو رأيكم يا جماعة كل واحد يحكي لنا كيف تعرف على مرته وشلون صار النصيب؟ والله فكرة كتير حلوة، أنا ما عندي مانع، بس مين بده يبدأ؟ أنا برأيي بسامي بلش لأنه أول واحد انغلب بالطاولة. أنا موافق. هات لشوف احكي لنا. الحقيقة أنا ما كنت ناوي أتزوج، بس الموضوع صريح. كنت مرة راجع بالباص من اللاذقية ولأجل الحظ إجا مقعدي جنب مقعد سوسن.
مشكلة. الله وكيلكن هلكتني طول الطريق وما كانت تعرف شلون بدها تحكي معي. كل شوي والتاني يا أما تضيفني بسكوتي يا علكة يا نوغاي، وأنا ولا هون أبدا. عيوني كانت على الفيلم المعروض بالباص، وبعد شوي حاولت تعيرني المجلة اللي معها. إذا حابب تتسلى أنا في معي مجلة فنية. لا ما بحب المجلات الفنية. بعدين لو سمحتي عم تابع الفيلم. اسمع مني، ما بدك إياه للفيلم لأنه كتير بايخ. تعرف أنا شايفته شي مرتين ثلاثة، كتير بايخ. معلش أنا مبسوط فيه، ولو كان بايخ، يعني لو كان بايخ بدي تابعه. وبعدين معي خلص، لو سمحتي خلاص. وضلت على هالحالة كل الطريق. الله وكيلكن دبقتني بفرد دبقة. أنا لك أنا دبقتك بفرد دبقة؟ إيه. وبعدين شو صار؟ كبرت براسي القصة كتير وطلبت من المضيف إنه يغير لي مقعدي. بالفعل قعدت بآخر مقعد بالباص ولسه ما مضي غير خمس دقايق وما لاقيلكن إلا سوسن تركت مقعدها وإجت قعدت بمقعد قريب مني. تعرف معك حق تجي لهون لأنه هنيك كتير شوب. وضلت تتزارف وتتلاطف كل الطريق. لأو يا ريت وقفت الشغلة على هون. لما وصلنا على الشام طلبت مني احمل لها الشناتي لا اوقف لها تاكسي كمان. المهم طالعت معي بالتاكسي ووصلتها على البيت. وعلى الطريق طلبت مني رقم التليفون ومن هون بديت القصة. لما عرفت انه عندي ورشة خياطة صارت كل يوم تجي وتروح لعندي سري مري سري مري. وفصلت لها تياب إلها ولكل عيلتها واشتغلت التليفونات يا شباب ليل نهار وما عاد على لسانها إلا كلمة واحدة، ايمت بدك تجي تخطبني وايمت بدك تجيب أمك وايمت ما بعرف شو. قلت لحالي يا ولد حرام اخطبها لا تكسر بخاطرها. وهيك صار النصيب. يا كذاب أنا برجيك. طولي بالك سوسن طولي بالك خلينا نسمع باقي القصص. اسمعوا يا جماعة اسمعوا. أنا يا جماعة مثل ما بتعرفوا كان عندي محل نوفوتيه، وبيوم من الأيام إجت نهى مع وحدة رفيقتها مشان ترجع علبة مكياج كانت شاريتها من عندي قبل بيوم. إيه بس يا أنسة إيه مستعملة؟ مبينة هيك ألوانها مشلغمة وفرشية ملوتة بعدين مغسولة. لا بس أنا جربتها تجريب مو أكثر. بس يا أنسة ما بصير هالحكي أبدا، هاي القطعة ما لازم تنفتح نهائيا، يعني عادة نحن بنبيعها بدون ما تنفتح. وأنا ماني معتادة اشتري غرض من دون ما جربه. بقى لو سمحت يا ريت ترجع لي حق العلبة وتخليني امشي. أمرنا لله. تفضلي. الله معي. يحرق أخذ الشغل مع النسوان. بعدين الخانوم أخذت رجلها على المحل وصارت تجي لعندي على الطالعة والنازلة، يوم بدها تبدل قميص نوم لأمها، يوم بدها تشتري بكل شعر، يوم بدها تشتري علبة مكياج لرفيقتها، يوم بدها تشوف اقلام الحمراء. وكل ما تجي لعندي تدبق اكثر من ساعتين وعلى تقصير وعلى كم صدي وحكي 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 شيء بطعمي وشيء بلا طعمي. الله وكيلكم انا اول شيء فكرتها سنه رابعه ادب انجليزي. بعدين بتشبت لكم انها سنه اولى وصوتها صوتين. يمكن كثر ما حبتني رجمت بالجامعه. بعدين الخانم بلشت تنغم لي وتفتح لي سيرة الخطبة بمناسبة وبلا مناسبة. قمت آخر شيء قلت لحالي لك يا ولد اخطبها اخطبها جبور بخاطرة. وفعلا بعت أهلي ويا دوبها
هبلوا تمهم بالسيرة قام وافقوا أهلها وعلقنا هذيك العلقة وهيك صار النصيب. يخرب بيتك شو منافق، كل هالقد شايفني خفيفة؟ طولي بالك انت التاني، خلينا نسمع باقي القصص. ايه كريم دورك هلا، احكي لنا قصتك انت وكريم. اسمعوا يا جماعة، أنا كنت مدير مدرسة ابتدائية قد الدنيا وشايف حالي ماني مصدق، وعندي 20 معلم ومعلمة بدهم رضاي. وبيوم من الأيام تعينت نسرين اللي هلأ مرتي عندي بالمدرسة. صباح الخير أستاذ. أهلين، صباح النور، تفضل. ولما إجت على مكتبي لتقدم وراقة إجتني على آخر طرز، فاردة شعرة وحاطة شي نص كيلو بوي على وشها كأنها رايحة على شي حفلة سواري، طلعت فيها هيك مروس مناخيري. أستاذ وهي ورقة تانية. طيب ماشي. أستاذ ممكن أخذ صف خامس أو سادس؟ شو خامس أو سادس؟ ما عنا غير شاغر واحد يا عميسي بالصف الأول. مثل ما بدك أستاذ. وإذا سمحتي يا عميسي، ما في داعي أبداً لهذا المكياج الفاقع لأنه ما بيتناسب إطلاقاً مع التوجيهات التربوية. حاضر أستاذ. يعني ورجيت العين الحمراء من أول يوم. بري عليك ما قصرت. أنت ورجيتني العين الحمراء؟ إيه والله ورجيني نجوم الظهر. إيه وبعدين شو صار؟ المخلوقة استلمت صفة وبلشت تجي لعندي على الإدارة بمناسبة وبدون مناسبة، شي بدها طبشورة حمراء وشي بدها محاية جديدة للوح وشي. الله يخليك يا أستاذ كريم، سكت لي هالعفاريت. ولا طبعا كنت عفان إنه صعدي لأرائي بندانة بحمراء، بس كنت عم تقل حالي معقول قبل وزاد. بعدين قلت لحالي يا ولد حاجة تعذبها، خطي قلبت على ربعة من حبها وهيامة إلي. وفعلا ما كذبت خبر، بعتت أمي لتخطبها، ولسه أمي ما فتحت تمها بالشي اللي بدها تقوله فورا وافقوا ومع بوسة إيد كمان، وهيك صار النصيب. بوسة إيد يا كذاب؟ إيه والله لكرهك اليوم اللي ولدت فيه. إيه ست سمير، هلأ بقى بدك تلنا قصتك انت ونجا. هات لنشوف. يعني انا بالحقيقة مثل ما بتعرفوا حالتي منيحة ومرتاح ماديا، والف الف بنت بتتمناني. نعم. يعني مال وجمال وحسب ونسب، يعني الاوضاع منيحة. هذا الشيء واضح، تفضل. وانا كنت بتعامل مع البنك الاقتصادي الفرع رقم 4، وكل ما كنت روح لهنيك كانت تخلق بوشي لانه كانت موظفة هني. وانا كنت اشفع عليها واتركها تساوي المعاملة وهي تركض فيها ركض. أنا طبعا ما كنت خلي علي شيء، وكنت ناولها كل مرة حلوان مرتب. ويوم ورا يوم اكتشفت إن طابسة فيي طبسة غنيئة، وصرت شوف مكاتيب غرام بشنتايتي أو بقلب المعاملة، وأحيانا توصلني بالبريد. يعني بديت القصة بمعدل مكتوب كل أسبوع، بعدين صاروا مكتوبين بالأسبوع، بعدين مكتوب كل يوم. والحقيقة صرفانة كانت تكتب كلام حلو، يعني قلبي لهفلة شوي.
وبعدين سمعت إن مرضاني بحبي وحرارتها واصلة للأربعة وأربعين وكانت رح تموت. قمت دغري أنقذت حياتها وخطفتها من أهلها وهيك صار النصيب. أنا كنت رح أموت من حبك. أحبك فرس إن شاء الله. لطيف خير. شوفي شو بكو خير إن شاء الله. أنا دويتك بالباص على طريق اللادية بسيطة. وانت استاذ كريم امك ما لحقت تفتح تمها قاموا اهلي دغري وافقوا على الخطبه لقوا مع بوست ايد كمان. والله لخليك تبوس هالمره الايادي عن جد. لكن انا لحشت حالي عليك وصرت نغم لك بالمحل على موضوع الخطبه. بسيطه يا عماد والله لخليك تندم على كل كلمه حكيتها. انا كنت حموت من حبك وغرامك. لا وصارت درجه حرارتي 44. اي بعت لك 44 همك دقك دق ان شاء الله عليها شباب. لك يحرق اخت الشغله. قلت لكم خليني مع مرتي انا. لك هن ليش زعلوا؟ لك شو حكينا؟ لك مو المساله شو حكينا، لك المساله مين قال لهم؟ مرحبا هشامو. اهلين وسهلين استاذ رشاد. وشك ولا طول القمر؟ لا وشي يا سيدي. تفضل سري. صدقني مشتاق لك من جوات قلبي. وينك يا رجل؟ قطعت اخبارك عنا بفرد قطعه، يعني من بعد ما اشتريت الموبايل من عندي ما عاد شفت وشك منهم. ولو يا هشام، ما لي غنى عنك ابدا، بس يا اخي الحياه صايره دار له وما عم نفضل حك راسنا. يا سيدي الله يعطيك العافيه. وكيف لحتى خطرنا على بالك اليوم؟ ولو انت بالبال دائما يا هشام. اصبح حماتك بتحبك، تفضل وهي القهوه جاهزه. يسلم وديات يا رب. طمني شلون الموبايلات؟ منيح ببوس ايدك. ناوي تبدله شيء؟ وليش لحتى بدله؟ ما بعرف، بس هيك الموضة هالايام. الله وكيلك الناس عامله الموبايلات شغلتها وعملتها. صدقني في عندي زباين ببدلوا الموبايل تبعهم كل اسبوعين مره. لا عمي انا ما بدي غير ولا بدي بدل، رضيان بموبايلي ومو ناوي اشتري غيره. بس اللي بدي اياه هلا جهاز تاني للمدام. ليش اخذت لها خطة المدام؟ لك اخي شو بدي ساوي، بخشت اداني وهي تنق فوق راسي هيك لحتى اشتريت لها خط. يلا سيدي شو عليه، مو غلط على القليلة ما بتعودوا تضيعوا عن بعضكم. وانت صادق هي ما بتعود تضيعني. ايه سيدي، وشو بدك نوع الجهاز، غالي ولا رخيص؟ يعني لا هيك ولا هيك، المهم يكون موديل ناعم وستاتي. ولا يهمك، فهمت عليك. شو رأيك تاخد موديل الكتكات؟ ما بدك كتكات، بدك موديل احدث منه. طيب شو رأيك بموبايل فاتن حمامة؟ ليش صار في موديل اسمه فاتن حمامة؟ لا هو مو اسمه فاتن حمامة، بس هذا الموبايل اللي حملته فاتن حمامة بمسلسلة الآخراني. فصارت الناس تسميه موبايل فاتن حمامة. أيوة. وفي عندي كمان موبايل كاظم الساير تبع كلك على بعضك حلو كمان. إيه لك يا حبيبي. طيب شوف لي الموديل. شوف لي ما نعمل. هذا اسمه الشبح، في مواصفات ومميزات بتخيل. هذا بفوت على الانترنت وبيرسل رسائل صوتيه على الكمبيوتر وفي العاب وشغله بتاخذ العقل. ودخلك غالي هذا الشباب؟ الك هو الك بحسب لك اياه ب 25,000 معرف خالص ومقفول لسنه، بالسوق عم يبيعوه ب 30. لا شو 25,000؟ بدي ارخص من هيك بكثير. بعدين بيني وبينك مرتي ما بتلزمك كل هالمواصفات لايش؟ المهم يكون موبايل ناعم وانيق وكفاها الله. اصبح ليش ما بتاخذ له موديل الضفدعه؟ شو هذا مدير الضفدعة كمان؟ راح ورجيك يا. شوف هذا هيك شكله مطبلج مثل الضفدعة وخرج نسوان لأنه فيه ألحان وأغاني كتير. يعني شيلة عمرو دياب، شيلة راغب علامي، شيلة أم كلثوم، شيلة مصطفى قمر، شيلة رفيق إسباعي، يعني تقول ما يطلبه الجمهور. والله يا هشام شايفه معقول كتير وأكيد رح يعجبها. قديش سعره قلت لي؟ بدك شي إكسسوارات معه؟ وشو هالإكسسوارات بقى؟ يعني سماعة إذن، سماعة إذن لاسلكي، كاركيت للسيارة، شاحن للسيارة، بيت جلد للطلعة، بيت جلد للبيت، كتاب تسجيل النغمات، يعني هيك شغلة. ما شاء الله وكان كل الأد صار في ملحقات للموبايل. وأكتر من هيك، الله وكيلك في ناس عم تدفع حق إكسسوارات للموبايل أكتر من حق الموبايل نفسه. لكان الله يرضى عليك، عطيني بس سماعة للإذن وبيت جلد وما في داعي للشغلات التانية. على عيني. وهي السماعة وهي بيت الجلد.
صحيح استاذ رشاد، اذا المدام بدها جهاز ثاني للمسبح ترى عنديها. ما فهمت علي، شو يعني جهاز ثاني للمسبح؟ طالع جهاز جديد ضد المي وضد الصدمات، يعني ووتر اند شوك ريزيستنت، واسمه القرش. لا عمي ما حذرت، ما بدي لا قرش ولا مرش، بزيادة هيك بقى عمل لي حسابك الله يرضى عليك وخليني اتيسر. لا لا تغلط استاذ رشاد، هذا شغل ضيان كتير. شوف ها شوف بعينك ها، شفت ما صار له شيء. لك ليش هيك عملت؟ لك حبيبي شو بدنا نقاتل فيه نحنا؟ عمل لي حسابي وخليني اتهون يستر عرضك. على عيني، تكرم استاذ رشاد. صدقني يا رشاد مرتك رح تفرح لما تشوف الموبايل، رح تحملك على كفوف الراحات كرمال هالطلب اللي حققت لها يا. لك اي سيدي دخيلك، خليني اخلص منها ومن نقها. الله وكيلك صرعه راسي صرعه مشان الموبايل. ومثل ما بتعرف النسوان قلبهم حي، يعني متى ما دقوا بشغله بكلبشوا فيها كلبشه وما بيعرفوها لحتى تتحقق. نسوان اضحك بعبك رشاد، يعني يا محلى مرتك قدام مرتي ندى. إيه مرتي ما قبلت إلا بجهازين، واحد عادي والتاني قرش، من شان تاخده معه على المسبح. ليش راح يفيدها بالمسبح؟ شو يعني بدها تحكي فيه وهي غاطسة تحت المي؟ أنا بعرف، بس ما تفتح تمها وتغرق. يا سيدي ادعيلهم الله يكبر عالم بيكون أحسن، بس أنا شغلي وحدة ما كنت أفهمها. أنا وياك مهندسين والموبايل عم بيحل لنا 100 مشكلة، يعني بالأسواق وبالمكاتب وبالورشات، بس إنه شو بفيدهم؟ شو بده يفيدهم يعني؟ ما بفيدهم بشي، بس للبروصة والمنفخة. هو الله يعيننا على مصروفه وكل شي هين، يعني بدك تنتكب نكب بدفع الفواتير، بدك تدفع كل شهر فاتورتين وانت عم تضحك وتلعب. لا حبيبي أنا ما دخلني بفواتير مرتي منوب، هيك شرطتها من الأول وقلت لها شوفي الفواتير عليك ها، أنا ما دخلني بكفي دفعت 32 ألف ليرة حق الموبايلات. دخلك؟ أنت جربته بالسفر ولا لسه؟ لا ولا لسه. هاي سوسن. ألو أيوة سوسن أعلي صوتك ما عم بسمعك. رشاد روح على هديك الزاوية هنيك الإشارة أحسن. أيوة لحظة هنيك إيه. لا سوسن مالي سامعي سوسن، الصوت عم يخب. نعم علي صوتك شوي ما عم بسمع. ألو سوسن يا سوسن، ألو عم تسمعيني؟ أنا عم بسمع طرطيش حكي، عم بسمع طرطيش مو مفهوم شي. إيه هيك وضح الصوت وضح. إيه اشتريت لك الجهاز؟ نوعه ضفدعة. منيح الضفدعة مو هيك؟ الضفدعة منيح؟ الله يصلحك يا رشاد، الله يصلحك، ما لقيت تجيب لي غير موديل الضفدعة. ليش شو بموديل الضفدعة؟ شوفي قديش حلو وناعم وكربوش. لك يا ما اختلفنا، بس يعني صار محروق. كيف يعني محروق؟ يعني نص نسوان البناية حاملين منه. شو هالحكي؟ هلا نص نسوان البناية حاملين ضفادع؟ اي نعم. ودخلك ان شاء الله ام بدرو حاملة ضفدعة كمان؟ اي نعم، حتى ام بدرو حاملة موبايل الضفدعة، يعني بتقبلها انت؟ بتقبلها انه انا احمل نفس الموديل اللي حاملته ام بدرو؟ ايش هالشرشحة هي؟ شو بيعرفني؟ الموديلات كثيرة، والله احترته والله حيرني. ليش شو كان بدك موديله انت؟ يعني يا ريتك جبت لي موديل كاظم الساهر، عم يقولوا انه في سيديات اغاني. سوسن لا تجننيني مشان الله، هلا انت بدك موبايل ولا مسجلة؟ بعدين كمان موديل كاظم الساهر صار محروق. ليش مين حامل منه؟ ثلاث ارباع الموظفين اللي عندنا بالمؤسسة وبالورشة حاملين كاظم الساهر. لا انت روحي شوفي العمال شلون حاملينه بين الرمل والبحص والغبره والعفره. اوف لهالدرجه تبهدل الموديل؟ واكثر بقى تحكي بعبك انه موديل الضفدعه لساته محافظ على هيبته، يعني صحيح وصل لايدين ام بدرو بس ماشي الحال، يضل احسن من غيره. على كل حال حبيبي يسلموا ايديك، خلاص فضلت يسلموا. لا ولو انت بتعرفي قديش بعزك وما بقدر ارفض لك طلب. طبعا حبيبي. ليش كم سوسن عندك انت؟ كلها سوسن وحده يا ستي وزياده. صحيح مسوس، بدك تنتبهي منيح وتديري بالك ها، وما تستعمليه غير للضروري الضروري، يعني ما في داعي تقضي سيار وقصص على الموبايل، استعمليه بشكل عادي جدا، لانه بيني وبينك فواتير الموبايل عم تجي قاتوليه. على عيني. في شي توجيهات تاني؟ لا ابدا ولو، بس يكون بعلمك
هذا مو ضد المي، يعني اوعك تفكري تشكي فيه بالمسبح، لا تشكي. شو؟ لقي عم يرن؟ لحقتي تعطي الرقم؟ لكن شو؟ وزعته على كل رفقاتي، لك تقبل قلبي الرنم احلاها. الو؟ اهلين لما. الله يبارك فيك يا رب. هي انت اول وحده بتدشني. لا والله ما جاب لي موديل كاظم الساهر، جاب لي موديل الضفدعة. ما ماشي حاله. الو؟ الو لما؟ الو؟ قطع الاتصال. اكيد راحت الاشاره، هاتي لشوف. مكتوب مكان طوارئ. شو يعني؟ يعني لا شبكه. رشاد ما عم بفهم عليك. يعني خارج التغطيه. معقوله؟ معقوله نص، لسه ما شفت شيء. طب شوف انت تليفونك فيه اشاره؟ بس في اشاره ضعيفه، ها عم تروح وتجي. جرب دق لي لشوف. هاتوا هاتوا. حبيبي عم يعطي خارج التغطية، شو استفدنا من هالشغلة لكان؟ نسينا شي عيني؟ لا حبيبي ما نسينا شي. تذكري ها لا تكوني نسيتي ترامس المي والقهوة. خلاص ولا يهمك، معقولة انسى شي يعني؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرب فنجانين قهوة ونرتاح لنا شوي بعدين بنكمل على وادي العيون. ايه مو مشكلة. إذا بتريد صفر لي اياها لو سمحت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شو بتشرب أستاذ؟ فنجانين قهوة وسط لو سمحت. يلا أهلا وسهلا. يخليك يا رب، أهلا وسهلا فيك. الو. اهلا نزيل، اهلا وسهلا فيك. والله مبسوطين كثير، كنا بنشتهيكم انت وندى. اي والله، يعني بدك تقول بدنا شي ساعتين لنوصل؟ اي اكيد طبعا. لا ولو، رح احكي معك بمجرد ما اوصل الاوتيل. نعم، على الاغلب فراريج مشويه على الفحم. على قلبك ان شاء الله. اي سيدي، في شي جديد بالورشه؟ ايه عظيم كتير. قل له لفؤاد ينزل 5 طن حديد. ايه ما بدنا اكثر بالوقت الحاضر. بس وينك؟ اعمل جهدك انت وندى تلحقنا على الاوتيل. ايه بحجز لكم هلا. على كل حال اعمل جهدك. ايه يعني بنسلم مع بعض. اوكي نزير. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. بيسلم عليكي. الله يسلمه. وليش عم تحكيها من برات منافسك؟ يعني ما عاد يقدر نزير يستغنى عنك يومين؟ لك لحقنا بالشغل لهون؟ شو بدي اعمل حبيبتي؟ كمان الزلمه حامل عني كتف بالشغل. بس نحن طالعين لحتى نتسلى، يعني المفروض انك تنسى الشغل شوي، ولا شو رايك؟ ولا يهمك ولا يهمك. اي والله يسلم وديات، شكرا جزيلا حبيبي. الو. اهلين عادل، كيفك؟ لا والله لسه ما وصلت، عم نحكي باستراحة على الطريق. ايه شو الاخبار؟ طيب احكي مع نزير وهو بفهمك شو تساوي. لا لا حكي دغري هلا. ايه على حالك. ايه طبعا. اهلين حبيبي. اهلين، الله معك، مع السلامة. شو ام السوس؟ شو بكي؟ ما بني شي. سلامتك. بس والله انا مالي عرفانه انت طالع معي مشوار ولا مع الموبايل. شو قصدك؟ يعني مالك ملاحظ انك حكيت بالموبايل من اول ما طلعنا لهلا اكثر ما تحاكيني كل الطريق؟ ما في غير خد رد وهات صد يا اخي. فلو فلو خلصنا منه بقى.
حاضر يا ستي، هاي قفلنا الموبايل. وانتي ما بدك تقفلي موبايلك؟ ليش حبيبي؟ ما في داعي، مالك شايفه كيف خرسان طرد خرسة؟ لك يخرب بيته، ما رن ولا مرة بضبط لنا من الشام لهلا. ها ليكون مشان هيك متضايقة انتي. مالي متضايقة، يلا قوم رشاد خلينا نروح. طيب مثل ما بدك. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير رشاد، شو بعد؟ ما بعرف، كأني ضيعت الطريق. شو؟ ما بتعرف الطريق؟ بلا بعرفه، بس ماني متذكر إني مرقت من هون قبل هالمرة. شو يعني؟ يعني طلعي هيك، طلعي يمين وشمال، بركي منلاقي شي لافتة منهتدي فيها. ها، هي لافتة قدام، روح روح لعندها روح. شو هاللافتة هي؟ مو باين منها شي، بعدين مالك شايفها مقلوبة؟ بسيطة أنا بجلسها. العمى شو؟ إيش شو مكتوبة بالسنسكريتي هي؟ يعني معقولة؟ معقولة الواحد يجي على منطقة سياحة واصطياف وما يلاقي قدامه لا إشارة ولا علامة مثل العالم والخلق لحتى يعرف الله وين حاطه؟ على ما يبدو كان لازم نجيب معنا بوصلة وخريطة لسوريا ومصور للوطن العربي كمان. هلا شو رح تعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ بدنا نمشي على التوكل على بين ما لاقي شي حدا أسأله. يا حبيبي عن جد هلا فتنا بالحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله على الرحلة. باين انت مكركبة من أولها. هلا لف ورجع وحاجة تزن، أصلا هي آخر مرة بطلع فيها معك لحالي. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ لأنه الواحد بيجي على القرنة بيكون حافظها، مو بيمشي على عماها. أشو شايفتيني ابن بطوطة قدامك وبعرف الجبال شبر شبر؟ إيه ليش لا؟ مو البركة أنت مهندس. مهندس بالمدينة مو بالجبال والحراش. ساي على سيرة الهندسة، أنت بتعرف مين هندس هاي الطرق بالجبال؟ لا والله ما بعرف، مين يعني؟ الحمير. الحمير؟ لك إيه، الحمير اللي كانوا يحملوا عليهم الأهالي، هن عملوا الطرق وبعدين إجت البلديات وزفتت. شو قصدك يعني؟ أنا حمار؟ عفواً حبيبي، مين جاب سيرتك أنت؟ خلص لا تزعل، مالي قاصدتك أنا، عملك مالي قاصدتك. خلص دور ورجع خلينا نوصل على البكير بقى. العمل الحالي معقول يكون ما في بالطريق لا لافتة ولا ضراب السخن؟ شوفي ليش اختفت السيارة؟ شو بيعرفني، يمكن فصل فيها شي. نعم شو يعني فصل فيها شي؟ لك هلا طولي بالك، حاجة تنقي علي الله يخلي لي اياكي، مو ناقصني عميان قلب انا. يا ربي شو هالمصيبة؟ يعني ما طفت السيارة غير بالقرنة اللي ما فيها لا أبوه ولا دابوه؟
شو؟ بين معك شيء؟ لا ما بين شيء. رشاد، رشاد لازم نلاقي حل حتى نطلع من هون. وليش هيك خايفة على حالك كتير؟ يعني بأسوأ الاحتمالات منسكر السيارة على حالنا ومننام فيها ليفرجها الله. شو تفضلت؟ أنا نام بالبرية وبين الجبال؟ ايه وشو فيها يعني؟ اسمعوا على هالسمعة، أنت بتعرف شو ممكن يطلع لنا هون؟ لك هاي المناطق كلياتها وحوش وضباع وقطاعين طرق. وحوش وضباع؟ يا حبيبي رشاد، نحن ليش ما نتصل بالموبايل ما حدا يجي أنقذنا؟ صحيح جبتيها، برافو عليكي. شلون كنا نسيانين الموبايل؟ ما بعرف اصلا الموبايل اخترعوا له هيك زنقات، بهيك زنقه حلال الواحد يستعمل الموبايل. شباب ليش هيك انقتت وانقلبت ملامحك؟ عم يعطي خارج التغطيه. شو يعني؟ يعني سلامتك، نحن هلا خارج نطاق الشبكه. شو هالحكي هاد؟ مو على اساس وسعوا نطاق التغطيه؟ وسعوها بس يمكن ما وصلوا لهون. طيب خلينا نجرب موبايلي، يعني لعل وعسى. صحيح، انت انفستكوم وانا سيرياتيل، غير شبكه يعني. امسك. نفس الشيء كمان خارج تغطية. غطاهم وحدة تسهل أمرهم إن شاء الله، لكن المفروض يمدوا الشبكة منيح بعدين يبيعوا موبايلات للناس. والله يبدو إنه ما في أمان. رشاد أنا خايفة تليل علينا الدنيا نحن هون. يا طولي بالك، من إيش خايفة؟ سوسان مو طرش غنم يلي هني؟ لكن بلا طرش غنم، بس شو يعني؟ شلون شو يعني؟ يعني على القليل منلاقي شخص نحكي معه. يا حباب، اي يا اخ، هون هون يا اخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعطيك العافيه يا استاذ. شوي استاذ، انت الثاني لك فكرك عم تسبه. خير خير، شنو السالفه؟ والله يا حبيبي نحن جايين من الشام وضيعنا الطريق وتعطلت فينا السيارة هين، ومالنا عارفانين الله وين حاططنا. ايه ويعني خايفين دنيا تليل علينا. ما يخالف يا النشامة، ما يخالف، والليلت يعني تنزلون وتنامون عندي بالخيمة. الله خليلنا ياك، ما بدنا لا خيمة ولا ميمة، ما بدنا نعزبك يعني، بس إذا الميمة إذا الخيمة قريبة ممكن مرتي ترتاح عن جماعتكم لبين ما أنا روح دور على حدا يساعدني. اي اي الخيمة قريبة من هين، يعني ورا الجبل، يعني مشي ساعة ساعة ونص على الأقدام. لا يوه أعوذ بالله، أنا لابسة كعب عالي ما بقدر. هي محلولة محلولة، أنا عندي الحل. أسعفنا في دخيلك. اسمع يا أخو، في ضيعة قريبة من هين ورا الجبل فيها زلمة عنده ونش كبير. عظيم كتير، أصبح دخيلك، دلنا على الطريق، خلينا نحن نروح نجيبه. ما تقدرون تروحون، ما تقدرون، الطريق صعب ووعر. لكن شو بدنا نعمل؟ معكم ورقة وقلم؟ ايه سوسن معك ورقة ولا؟ ايه ايه معي معي. يا هلا يا هلا ورحب يا هلا. هي سموديات. اي اكتب لو سمحت. شو بدي اكتب؟ الى السيد ابو شحرور. اسمه ابو شحرور؟ اي اي نعم. تحية عربية وبعد. بعد السؤال عن أحوالكم وأحوال الربع والنشامة، إن شاء الله تكونون بخير أنتم والعيال والحلال. الله يرضى عليك، اختصر الرسالة شوي، ما في وقت هلأ للتحيات. أي أي ما يخالف ما يخالف، اشطب واكتب من أول وجديد. نطلب منكم النجدة والغوث والمدد، نحن في وادي عزرائيل. هلأ نحن في وادي عزرائيل؟ اي نعم، نحن في وادي عزرائيل. وليش سموه وادي عزرائيل؟ كلا انت شو بدك بهالأسئلة؟ يعني ضروري تقول له ويشرح لك مشان نرتعب أكثر. قلتك، شو اكتب كمان خيو؟ كما أننا بحاجة ماسة للمساعدة عبر ونشكم العزيز. التوقيع أبو ذياب وعن ذاته. ايه، وشو بدنا نعمل بعدين؟ كيف بدنا نوصلها؟ بالحمام الزاجل؟ هات هات يا قليل الحيلة، هات حمام زاجل هات.
دولي يا دولي تعال تعال يا دولي. اسمع لي يا دولي، أبيتي تروحين عند أبو شحرور تضيعة واد التينة اليابسة وتسلمي هذه الرسالة وتسلمين عليه كثير كثير. ويا ويلك يا سواد ليلك، الرحتي هين ولا هين، ترسلخ جلدك على لحمك. ها يلا فهمتي؟ يلا هلا من كل عقلك بعت الغنمة؟ اي من كله لتام من نصه. يعني هالغنمة دولي رح تعرف توصل الرسالة لأبو شحرور بالذات؟ اي طبعا، هي تعرف الطريق وموالفة عليه من هي وبطن امها. شو رشاد؟ هلا معقولة مصيرنا هون يتعلق بالغنمة؟ لك شو طالع بإيدنا يعني؟ الغريق بيتعلق بأشي. روحي يا دولي، روحي الله يفتح بصيرتك ويهديك على الطريق الصحيح ولا يفركشك بحجر، وتوصلي لعند أبو شحرور بخير وسلامة يا حق. والبارحة والعين عيت غضي، زاد همومي والبكاء والأنوايا يا 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 حيف أبو ممدوح مالك تجضي، دنت رحايلكم وزاد نصيا. بينوا وصلوا ابشروا. ها وصل الونش سوسن، وصل ابو شحرور. لك شوف 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 شلون دولي مصبع قدام الشوفير. اي والله لك شو هالدولي هاي، لك دخيل عينك دخيل عينك شو بتفهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. بيضتي وجهي بيضتي وجهي. يا هلا يا هلا أبو شحرور. يا هلا يا هلا يا هلا. الحمد لله خير يا جماعة. شو القصة؟ الله يخليك، سيارتنا تعطلت وبدنا نشحطها بمعيتك لأقرب مكان مأهول. ولا يهمك تكرم عينك، طلع على السيارة عمي ورخيلي فراب العيد. اي على عيني. يلا يلا خاطرك. يا هلا يا هلا ابو شحرور، سلم على اهل. سلم. الله يسلمك الله يسلمك. يا هلا off or out of our coverage area. Please try again later.